السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكون أحوالكم بخير. هنشرح مع بعض دلوقتي محاضرة بعنوان بيتيوتري جلاند أند هايبوثالاموس. طيب بشكل سريع كده هنتكلم عن إيه؟ في البداية هناخد نبذة صغيرة عن التركيب، وبعدين هنبدأ نتكلم عن الوظيفة أو بالظبط إيه الهرمونات اللي بتفرزها كل غدة، إزاي بيحصل تنظيم ما بين كل الهرمونات دي، وبالتتابع بقى هنبدأ ناخد كل هرمون إيه بيزوده وإيه بيقلله، إزاي ده بيأثر على الجسم، وطبعا هيحطوه تحت مسمى مرضي ويبدأ يسألك عنه كإتيولوجي كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن تريتمنت وهكذا. يعني ده عامة السيم اللي هو ماشي بيه في الإندوكراين. طيب إحنا دلوقتي هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم على البيتيوتري جلاند. ايه هي البيتيوتري؟ قالك هي عباره عن غده صغيره جدا بي سايز وزنها نص جرام، يعني حرفيا شيء لا يذكر. طب هي موجوده فين؟ قالك هي ليها حيز كده في البيزوس سكال اسمه سيلا تورسيكا. تاني، يبقى هي حاجه بي سايز نص جرام موجوده فين؟ في السيلا تورسيكا. جميل جميل. طيب دلوقتي عشان نبدا او نكمل كلامنا على البيتيوتري، قالك لازم تذكر معاها مين؟ الهايبوثالاموس، على اساس ان احنا لو افترضنا ان دي الهايبوثالاموس ففي التركيب بتاعها مثلا ادي البيتيوتري ما هي الا عباره عن جزء متدلي منها. ده من حيث التركيب. ومن حيث الوظيفه هنعرف كمان شويه ان البيتيوتري معتمد على الهايبوثالاموس بشكل اساسي بان هي تنظم ليها اغلب شغلها. تمام. طب دلوقتي نبدا ننظم البيتيوتري جلاند، او سوري نقسم البيتيوتري جلاند لجزئين، جزء انتيرور وجزء بوستيرور. فاحنا لو افترضنا على الرسمه دي ان ده الجزء الانتيرور فهو متصل بالهايبوثالاموس عن طريق فاسكولار كونكشن، انما لو افترضنا ان ده الجزء البوستيرور فهو متصل عن طريق ايه؟ نيورال كونكشن. تاني بعد ده جزء انتيرور وبوستيرور، ده متصل عن طريق فيسلز والتاني متصل عن طريق ايه؟ نيرفات. حلو. طب بما ان احنا دلوقتي قسمنا الخلايا بتاعه بتاع البيتيوتري دي لجزء انتيرور وجزء بوستيرور، اذا كل جزء دي وظيفه مستقله. تمام. فاحنا دلوقتي هنبدا نتكلم على الجزء الايه؟ الانتيرور. فاحنا هنقول عن الجزء الانتيرور ده ان هو جزء الاتينو هايبوفيزس، بمعنى ان هو الجزء الغدي الفعلي للبيتيوتري جلاند. بمعنى ايه؟ ان هو قادر ان هو يكون هرمون، يخزن هرمون، يفرز هرمون، ثلاثه مع بعض. حلو. على النقيض للكلام ده هو مين؟ البوستيريور. راح فين الالم؟ ماشي. الجزء الايه؟ البوستيريور. قال لك لا، دوت جزء جاست ريزرفوار، يعني هو قادر يخزن قادر يفرز لكن هو مش بيكون. انما الهرمونات بتاعته بتكون مصنعه بشكل اساسي فين؟ في الهايبوثالاموس، وتنزل له على الجهاز كده هو يخزنها لحد ما الجسم يحتاجها وبعدين يبدا يفرزها. تمام. نرجع تاني نتكلم على الانتيريور. قال لك الانتيريور ده جينا نشوف الخلايا اللي فيه، لانها في نوعين. اول حاجه خلايا اسمها كروموفوبز وخلايا اسمها كروموفيلز. فوبز وفيلز بناء على الصبغه، صبغه مسكت او ما مسكتش. تمام. فقال لك الخلايا الكروموفوبز دي اللي هي ما مسكتش في الصبغه، جينا نشوف الوظيفه بتاعتها، لانها انون، يعني ما فيش وظيفه فعليه محدده ليها، ولكن يقال ان هي عامله زي مخزن بيخزن الايه؟ الهرمونات الثانيه. تمام. ومش هنتكلم عنها تاني، دي بالنسبه للكروموفوبز. طب انما الكروموفيلز بقى، قال لك الخلايا دي قادره ان هي تمسك في الصبغه، فبالتالي ادتنا لونين، واحد اسيدوفيلك والتاني ايه؟ بيزوفيلك. ايه الاسيدوفيلك؟ قال لك دي خلايا هتطلع لي هرمونين، انما البيزوفيليك هتطلع لي هرمونات كتيره قوي. تمام. هنتكلم اول حاجه على الاسيدوفيليك سيلز. قال لك دي هتطلع لك سوري نوعين، اول واحد هو الجلوس هرمون والتاني هو البرولاكتين. هيعمل ايه ده وهيعمل ايه ده؟ قال لك الجلوس هرمون هو عباره عن هرمون النمو، يعني مسؤول عن النمو. ولما انا هتكلم عن النمو بشكل اساسي فاذا انا بتكلم على الميتابوليزم بتاع الجسم. تمام. فهو الجلوس هرمون مسؤول يعني على الميتابوليزم. الميتابوليزم ده لكل الحاجات اللي هتدخل جسمك، سواء كانت مركبات عضويه او غير عضويه، زي الكربوهيدرات، لبدايه بروتين، المعادن وهكذا، او البتاع اسمها ايه؟ الاملاح. تمام. طيب هيعمل ايه مثلا؟ هنقول مثلا لو هنتكلم على الكربوهيدرات فهو بيعمل حاله من زياده نسبتها في الدم، بمعنى ان هو هيروح يصنع جلوكوز زياده، وهيمنع الخلايا ان هي تاخد الجلوكوز اللي موجود بالفعل الموجود عندك في الدم. حلو. فبالتالي يعمل حاله من الهايبرجليسيميا، بيقولوا عليها الدايبيتوجينيك. حلو. فالجلوس هرمون ده دوره من حيث الايه؟ الكربوهيدرات. طب مثلا على البروتين، قال لك دوره انابوليك بناء، بمعنى ان هو هيروح يمسك البروتين يصنع بيه في المسلز، في البون، في الاعضاء الداخليه بتاعه الفسره وهكذا. تمام. طبعا على الدهون، قال لك لا، بيهدمها لايبولايزز. حلو كده. ويحررها في شكل فاتي اسيدز، هتستخدم في ايه؟ في حاجات تانية في الجسم. تمام. طب بالنسبة للمعادن مثلا او الاملاح، هيبدا ان هو يزودها في الجسم عن طريق ان هو يمشي في الباسوي بتاع تصنيعها، يزود التصنيع زي املاح الفوسفات مثلا، او ان هو يروح للكليه يزود، او سوري يمنع ان هي، يعني المفروض ان اليورين بيبقى عباره عن ووتر واملاح. حلو كده. فهو بيعمل ايه؟ بيقلل الخروج، يعمل الووتر اند سولت ريتينشن، فبالتالي يزود نسبه الاملاح ديت ايه في الجسم. تاني حاجه او تالت حاجه ان هو يروح للامعاء يزود امتصاص اي املاح موجوده فين؟ في الامعاء. المهم ان الجلوس هرمون بيلعب على بشكل اساسي كده على ايه؟ على دور الميتابوليزم. تمام. طب بالنسبه للبرولاكتين، هل البرولاكتين ده المفروض ان احنا عندنا الطفل بيرضع؟ حلو كده. عن طريق عمليتين، اول حاجه عمليه تصنيع، تاني حاجه عمليه سكريشن. البرولاكتين هو المسؤول عن التصنيع، على عكس واحد تاني اسمه الاوكسيتوسين هو المسؤول عن مين؟ عن السكريشن. تمام. ده بالنسبه للهرمونات اللي بتفرزها مين؟ الغده، سوري، الاسيدوفيليكسز اللي موجوده فين؟ في الكروموفيلز بتاعت مين؟ الانتيرير بول بتاع البيتيوتري جلاند، عشان هي العمليه بتيجي من تحت فوق كده. تمام. تاني يبقى الاسيدوفيليكسز هتطلع هيبرين جلوس هرمون والبرولاكتين. على عكس بقى البيزوفيليكس سيلز، يعني هي هتطلع هرمونات كتيره. حلو. الهرمونات دي بشكل اساسي هتعمل ايه؟ هتروح لاعضاء تانية في الجسم او غدد تانية، بمعنى اصح يعني هتروح تساعدها او تحفزها ان هي تفرز هرمونات تانية.
تمام. زي ايه؟ قال لك مثلا عندك هرمونات هتروح للغده الدرقيه، حلو كده، هتساعد الغده الدرقيه ان هي تفرز التي 3 والتي 4 مثلا. في هرمونات هتروح للغده الكظريه اللي هي السوبرارينال، حلو، هتساعدها ان هي تطلع هرمونات زي الالدسترون، الكورتيزول، الايه، والاندروجينز، حلو. قال لك في هرمونات هتروح تحفز الخلايا بتاعت الصبغات سواء كانت الميلانوسايتس او البيتا لايبوتروبين. هو كاتب لك الميلانوسايتس اللي موجوده مش في البني ادمين، والبتاع البيتا لايبوتروبين اللي موجوده في البني ادمين، ما علينا، المهم ايه، خلايا الصبغات والسنام، تمام. وفي برضو هرمونات هتروح تحفز الجونيز اللي هو الاف اس اتش والال اتش، تمام. كل دي هتساعد ان هي تكون الايه، الجنازه والتستس والاوفر والحاجات دي كلها، تمام، بشكل عام يعني. فانت دلوقتي بتاخد الانتيرير بول او الانتيرير اللي هو الجزء الانتيرير بتاع البيتر جلاند، عباره عن ايه، نوعين من الخلايا، فوبس وفيلز. الفوبس مش هنتكلم عنه، الفيلز عباره عن نوعين، اسيدوفيليك وبيزوفيليك سيلز، حلو كده. الاسيد طلعت لك اثنين، جروث هرمون وابرولاكتين، والبيزوفيليك سيلز هو عباره عن ايه، مجموعه هرمونات كتيره، الجونانز والثايرويد اللي هي الغده الدرقيه والكظريه والصبغات، تمام. طيب نيجي بقى للجزء البوستيرو، قال لك هم جاست تو هرمونز، واحنا اتفقنا ان هم مش هيتكونوا في قلب البيجيتري تحت كده في البوستيرو ده، لكن هي هتجيلهم جزء منين، من الهايبوثالامس، تمام. زي ايه؟ قال لك هرمون اسمه الاي دي اتش. الاي دي اتش هو عباره عن ايه، الانتي دايرتيك هرمون اللي هو مضاد لادرار البول، بمعنى ان هو بيعمل ووتر ريتينشن، وده هناخد عنه نبذه صغيره كده، تمام. وفي عندنا الاوكسيتوسين، احنا اتفقنا ان هو هيبقى مسؤول عن المرحله الثانيه للرضاعه، وهي عباره عن ايه، السكريشن بتاع الميلك، تمام. وبيقول والله ان احنا الهرمونين دول يعني الاي تي اتش هيتصنع فين، في السوبر اوبتيك نيوكليس الموجوده في الهايبوثالاموس، والاوكسيتوسين هيتصنع فين، في البارا فنتريكل نيوكليس، ايا كان الاثنين هيتصنعوا فين في الهايبوثالاموس، وهينزلوا تحت ليه، البوستيرور كجاست ايه، ريزرفوار، تمام. ده كده بالنسبه للبيتيتري كتقسيمه وايه الهرمونات اللي بتفرزها، تمام. طيب حاجه زي البيتيتري جلاند وقوتها ويعني مدى اهميه الهرمونات اللي بتعملها دي كلها، مش لازم لها تنظيم كويس، قالك ليه، تنظيم حلو عن طريق حاجتين، قالك عن طريق حاجه اسمها الهايبوثالاموس دي اللي احنا متفقين عليها، وحاجه اسمها النيجاتيف فيدباك. الهايبوثالاموس بتعمل ايه؟ قالك هي بتطلع لي فاكتورز، حلو. الفاكتورز دي يا اما هتزود لي افراز الغده، يا اما هتقلل لي افراز الغده. زي مثلا عندنا حاجه اسمها سيروتروبين ريليزنج هرمون، دي هتروح تشجع مين، الغده البيتيوتري انها تطلع الغده الثايرويد، حلو. في عندنا كورتيكوتروبين هتروح برضو تشجع البيتيوتري انها تشجع الغده الكظريه. في جروث هرمون هتشجع البيتيوتري انها تشجع، وهكذا. المهم ان يعني هي الهايبوثالاموس بتطلع هرمونات تشجع البيتيوتري انها تطلع هرموناتها، تمام، او انها برضو بتطلع فاكتورز تقلل او تحبط او تثبط بمعنى اصح البيتيوتري انها تطلع هرموناتها، بمعنى ان احنا عندنا الهايبوثالاموس ليها رول مهم جدا جدا في التنظيم بتاع مين، بتاع البيتيوتري، سواء كانت الفاكتورز اللي بتزود الريليز او الفاكتورز اللي بتنهبت الريليز، تمام. دي نوع. النوع الثاني ان احنا عندنا حاجه اسمها النيجاتيف فيدباك، بمعنى ايه، لو احنا افترضنا دلوقتي ان دي عندنا الهايبوثالاموس، حلو كده، ودي البيتيوتري نفترضها كده، ودي عضو معين في الجسم وليكن الغده الايه، الادراكيه الثايرويد، حلو. فاحنا دلوقتي عارفين ان احنا دي هتطلع سايروتروبين ريليزنج هرمون، صح، اللي هي الايه، الهايبوثالاموس، هتشجع الغده اللي هي البيتيوتري انها تطلع ايه، سايروكسيل ايه، ستيميليتنج هرمون، حلو. فده لما هيروح للغده الادراكيه هتخليها تطلع هرمونين تي 3 وتي 4 مثلا، يعني ده مثال. فايه اللي هيحصل؟ المفروض دلوقتي الجسم ماشي في بروسيس طبيعيه، ده هيشجع ده، فده هيشجع ده، فده هيطلع الاثنين دول، ودول بقى يبداوا يعملوا الوظايف بتاعتهم، حلو. فلما الجسم يحصل عنده كفايه، احنا دلوقتي محتاجين تي 3 وتي 4، حلو. لما الجسم يبقى عنده كفايه من دول، حلو كده، هيعمل ايه، هيطلع حاجه من الاثنين، يا اما هيروح راجع لورا كده، هيروح يقول لي البيتيوتري كفايه، او هيروح يقول لي الهايبوثالاموس كفايه، حلو كده. ده اسمه ايه، نيجاتيف فيدباك، بمعنى انا خدت اللي انا عايزه، فبقول لك شكرا كفايه لحد هنا، حلو كده. وقال لك والله لو انا، لو هو يعني بصوا، تحس ان في سهم قصير وسهم طويل، تمام. فهو لو راح لحد البيتيوتري فده مسافه قصيره، هنقول عليه شورت نيجاتيف فيدباك، حلو. لكن هو لو بقى استكلف نفسه بقى وراح لحد الهايبوثالاموس فوق، فيبقى اسمه لونج ايه، فيدباك. بس يعني ده الفرق ما بينهم. تاني يبقى ايه هو الفيدباك ده، قال لك عباره عن ايه، عباره عن رد فعل الهرمونات اللي بتتفرز في الاخر خالص، حلو كده، لما تبقى زياده عن حاجتها، او يعني توصل للي هي عايزاه، فبتعمل ايه، بتعمل ايه زي سابريشن، حلو كده. والعكس برضو، يعني احنا لو عندنا تي 3 وتي 4 قليلين، هتعمل ايه، هتقوم راحه مشجع البيتيوتري او مشجع الهايبوثالاموس اللي هي تفرز زياده، حلو. يعني حسب حاجه الجسم انت عايز ايه، لو انت عايز زياده هتروح تقول لي ايه زود، لو انت عايز قليل هتقول لي ايه قلل كفايه كده، تمام. ده اسمه الايه، الفيدباك، تمام. يبقى احنا دلوقتي خدنا ازاي بنعمل ريجوليشن للبيتيوتري جلاند، قال لك عن طريق حاجتين، اول حاجه الهايبوثالاموس، واتفقنا ان هي بتطلع فاكتورز بتزود فاكتورز بتقلل، وعندنا فاكتورز تانيه اللي هي نيجاتيف فيدباك، او عوامل تانيه بتاثر، هي نيجاتيف فيدباك اللي هو ايه، اللونج وشورت، تمام. طيب يقول لك برده ان احنا عندنا حالات الايموشنز، الزعل، الفرح، الاستريس، الحاجات دي كلها يعني تبع السي ان اس كنترول، ده ليها زي تاثير برده على ايه، الغدد بشكل عام، ان هي بتاثر على ايه، زياده افرازها او قله افرازها والحاجات دي، تمام. نروح بقى للكتاب. بصوا هو ده الكتاب عامه، هو يعني بدايه من بتتري كده، ده نفس الكلام اللي انا قلته بالظبط، تمام. لكن كنت حابه ان انا اوضحه بشكل رسوم، حاسه ان هو هيبقى الطف من الكلام ده الشهر بعده كده. الصوره دي بتاعت النيجاتيف فيدباك، هو جايبها لك على كذا اورجان، وبيقول لك يعني ده بيزود ده بيقلل الجو ده كله، تمام. طيب اول حاجه هنتكلم عنها هي الجروث هرمون، أو يعني اول هرمون معانا جروث، تمام. قالك الجروث هرمون ده هنتكلم عليه مرتين، مره لما يبقى زياده ومره لما يبقى قليل، حلو. لما يبقى زياده هتبقى حاله اسمها اكروميجالي، ودي هتبقى في المحاضره اللي بعديها، تمام. لكن لما يبقى قليل هتبقى حاله اسمها الايه، الدورفيزم. لحظه،
دول كده مع بعض كده تبع دول. حلو، لما يبقى الجروس هرمون قليل، دي حاجه اسمها ايه، الدورفيزم او جروس هرمون ديفيشنسي. فهو في البدايه كده بيقول لك ايه، والله الجروس هرمون ده ممكن يكون هو لوحده كده، جروس هرمون ديفيشنسي دي لما انا هلاقي جروس هرمون قليل ممكن يكون هو قليل لوحده، حلو كده، او ممكن يكون هو قليل وفي حاجه كمان من هرمونات البيتيتري قليله، من الهرمونات اللي احنا قلناها، حلو كده. دي نقطه كده ايه يعني، تمام عديها. النقطه اللي بعدها بيقول لك انت عندك مصطلحين، مصطلح اسمه هايبوبيتيتريزم، مصطلح اسمه بان هايبوبيتيتريزم. حلو كده، هايبوبيتيتريزم معناه ان الهرمونات بتاعه الغده البيتيوتري قليله. جميل، قال لك طيب اترجمه ازاي، انهي هرمونات؟ قال لك يبقى على الاقل، على الاقل الجلوس هرمون ناقص ومعاه واحد كمان من الهرمونات الثانيه، يبقى فيه هرمونين ناقصين، جلوس هرمون وهرمون ثاني، يبقى انا كده اقول عليهم ايه، هايبوبيتيتريزم. تمام، انما لو انا قلت لك الجلوس هرمون ناقص، حلو كده، ومعاهم ان احنا ضربنا الجزء البوستيرو اللي هو كان بيطلع الاوكسيتوسين والاي دي اتش، حلو كده، فانت كده ضربت الايه، الجزء بتاع تقريبا الغده كلها، ضرب نص الغده اهو، حلو، فيدك عليه بان هايبوبيتيتريزم. تمام، تاني يعني كمصطلحات عشان تبقى عارفها، يبقى جلوس هرمون لوحده معاه هرمون كمان يبقى هايبو، انما لو ضربت الجزء البوستيرور تمام كده يبقى دخلت ايه، بوستيرور، يبقى بان هايبوبوتيريزم. ما علينا بقى من الجزء اللي بيتكلم كده، دلوقتي احنا بنتكلم على حاجه اساسيه وهي جلوس هرمون ديفيشنسي اللي بيقولوا عليها بيتيوتري دورفيزم. حلو كده، ايه السبب، ايه اللي يخلي اصلا جلوس هرمون يقل؟ قال لك اول حاله معانا ايديو بس ما تتكلمش، تمام، تاني حاله معانا الجينات، احنا عارفين المفروض اصلا الجينات دي عباره عن ايه، عباره عن تتابع كده من النيوكليوتات ومش عارف ايه الجو ده كله، حلو، واللي بينظم الشغل ده كله انزيمات وحرارات زي كده. تمام، طيب لما اقول لك دلوقتي ان الجلوس هرمون مؤثر بشكل اساسي على الكربوهيدرات والليبيدات واهم حاجه البروتينات والاملاح، حلو كده، الحاجات دي كلها هي اللي بتخلي، بالذات البروتينات هي اللي بتخلي الحاجات دي تتنظم بشكل صحيح عشان تكون الجين المناسب عشان يكون الايه، البروتين المناسب والهرمون المناسب والحاجات دي كلها. تمام، فانا دلوقتي ما فيش جينات معينه او في ميوتيشن في الجين، فانت مش عندك هرمون، مش عندك، مش عارف الحاجات دي كلها، حلو، فضرب الجينات بيضرب مين، اي هرمون واي انزيمات موجوده في الجسم. تمام، تاني حاجه اقول لك اصلا عندك مالفورميشن في الايه، في البيوتري، البيوتري نفسها مش متكونه بشكل صحيح فما فيش هرمون، حلو كده، او انت عندك بقى عد بقى، حلو، قال لك عندك تيومر قريب من السيلاتريسك اللي احنا قلنا ايه، المكان اللي موجود في البيوتري، حلو كده، ما انت في تيومر قريب فمأثر على الغده فمقلل هرموناتها، حلو كده، او الغده دي اتدمرت بسبب مثلا تعرضت الإشعة زياده، في جراحه ضربتها، في تروما، في اي انفكشن، اي ديزيز قريب منها قام ضربها خلى ايه، الافرازات بتاعتها تقل، حلو، او حاجه اوتو اميون، مرض مناعي راح ضرب الايه، الغده، ايا كان الاسباب دي. اخر حاجه اللي احنا هنقولها اللي هي شاهين وابلكس دي هنقولها كمان شويه. تمام، تاني يبقى الكوز اوف جروس هرمون ديفيشنسي مره ايديو بس ومره جينات ومره مال فورميشن والحاجات اللي حواليها، مره ايه اتدمرت، في تيومر، ده في مش عارف ايه، الحاجات دي كلها دي بديهيه جدا. حلو، طيب وفي حاجه برضو، الجروس هرمون عامه او اي هرمون بيقل بيبقى، او سوري، اي غده بتضرب المفروض ان هي ايه، الغده لما بتطلع هرمون فانا اضربها فهتقلل الهرمون، حلو، ولكن بيقول فيه ساعات بتكون حاجه اسمها فانكشنال ادينوما، بمعنى ان الغده اتضربت ولكن هرموناتها زياده، ان الايه بقت في تيومر شغال هو كمان بيفرز زي الغده ففي افراز زياده، حلو، او ان هي توصل لمرحله بعد كده ان الغده تتدمر خالص هي والتيومر اللي متكون فما تفرزش. تمام، فهمت النقطه اللي فهمتهاش عديها. يبقى احنا عندنا جروس هرمون ديفيشنسي معناها ان احنا عندنا الهرمون قليل، حلو، طيب لما انا اقول لك دلوقتي جروس هرمون اللي مسؤول عن الميتابوليزم بقى قليل هياثر على الانسان ولا لا؟ طبعا هياثر. طيب لما اقول لك دلوقتي عندنا طفل وحد ادلت، حلو، الطفل ده الجروس هرمون بتاعه قليل والادلت برضه الجروس هرمون بتاعه قليل، مين هيتاثر فيه بشكل كبير ومين هيتاثر عادي؟ قال لك دلوقتي بتتكلم على الطفل اللي هو يعني مطلوب منه حاجتين، نمو وميتابوليزم، يعني جسمه محتاج ان هو يكبر، حلو، لكن الشخص الادلت هو مستغني عن فكره النمو لان هو اوريدي ادلت، حلو كده، فلما اقول لك الجروس هرمون قليل عن شخص طفل صغير قال لك هتلاحظ على الطفل ده ان هو قصير. تمام، يعني الماتيوريشن بتاعه ما تمش بشكل كويس، مش احنا قلنا ان الجروس هرمون مسؤول عن الانابوليك او يعني بناء البروتين وبيروح يكون المسلز والبون، فانت دلوقتي ما فيش بون كويس، حلو كده، ما فيش جروس هرمون ما فيش بون، فبدايه الشخص ده هتلاحظ ان هو ايه، قصير. مش بس كده، قال لك هيكون متصل ان الشخص ده انكريز الفات، حلو، ليه الفات بقى؟ لان احنا عارفين الجروس هرمون بيعمل لايبولايزز يعني بيكسر الدهون، فاحنا دلوقتي ما عندناش العمليه دي فدهون عماله تتراكم، حلو كده، وبيقول لك ديلايت، المهم يعني اهم حاجه دي كلمه دولايت دي، الفيزيكال ماتيوريشن، الشخص ده هيبقى بالنسبه لاقرانه يعني في نفس عمره وسنه والمرحله العمريه اللي هو فيها مش ادلت كفايه او مش بينضج بشكل كفايه وجسمه مش بيحصل ديفلوبمنت، حلو كده، بسبب ايه؟ نقص جروس هرمون، حلو، انما لو شخص ادلت فهو مش محتاج حاجه من النمو، هو جاست الميتابوليزم هيكون متاثر، زي مثلا موضوع الدهون لما مش هتتكسر هتتراكم، اثيروسكلروزز تروح تعمل مشاكل في القلب، الحاجات دي كلها، يعني بيقول لك هيغير بس الكواليتي اوف لايف بتاعته. تاني يبقى الكلينيكال بيكتشر بتاع نقص جروس هرمون بيختلف على حسب بتتكلم على حد صغير ولا حد كبير، حد صغير محتاج النمو فالنمو يتأثر ولا حد كبير مش فارق معاه النمو فالميتابوليزم بس هو اللي هيتأثر. تمام، طب بقى كده بيديك معلومه، يعني بيقول لك ان انت عندك حاله دورفيزم اللي هو الجروس هرمون قليل عادي جدا، تمام، وعندك ممكن بيكون مصطحبه بهايبوجوناديزم، ان اصطحبوا الاثنين دول مع بعض يقول عليها انفانتيليزم، يعني ايه، جاست معلومه كده معرفش حطوها لي. المهم طيب بقى كده بيديسك بقى يعني حالات كده معينه الجروس هرمون فيها قليل، حلو كده، او الايفكت بتاع الجروس هرمون قليل، وسمهم لك ثلاث حالات المفروض ان تعرف كل حاله الايتيولوجي بتاعها الكلينيكال بيكتشر والتريت بتاعهم مع بعض. تمام، فاول حاله معانا هي حاجه اسمها ليفي لورين، ليفي لورين، فايه الحاله دي؟ قال لك الحاله دي المشكله ان دلوقتي عندك بيتيوتري، تمام، سوري قصدي عندك الهايبوثالاموس وبعدين عندنا البيتيوتري وبعدين عندنا مين، الاورجان،
اللي هيستجيب الجروس هرمون، حلو كده. فالبيتيوتري والله طلعت الايه الجروس ريليزنج هرمون اللي هو اللي هيشجع الايه سوري قصدي الهايبوثالامس، طلعت الهرمون اللي هيشجع البيتيوتري، حلو. والبيتيوتري طلعت الهرمون اللي هيطلع الايه الجروس هرمون، يعني طلعت الجروس هرمون، حلو. فالمفروض الجروس هرمون ده يروح على العضو ده يشتغل، حلو. فايه اللي حصل؟ الاورجان ده ما استجابش. يعني المشكله كانت في الاساس لا هي يعني البيتيوتري تمام، الهايبوثالامس تمام، المشكله فين؟ في الاند اورجان، حلو. يبقى المشكله في تحت خالص، الريسبونس بتاع الاورجان الاخير هو اللي ما استجابش. فايه اللي هيحصل في الشخص ده؟ انا كنت قايل كده هتلاحظ الشخص ده ان هو عنده بروبشنيت دورفيزم، بمعنى ان الشخص ده هيبقى قصير، حلو كده. ولكن كلمه بروبشنيت يعني قصير بس شكلا مقبول، بمعنى ان هو مش قزم، بمعنى يعني طوله الترانك بتاعه بالنسبه لايديه ورجليه تمام، الوضع مظبوط. يعني في ناس تحس ان هي قصيره عادي، تمام، ده دي عادي متعودين عليها. لكن في ناس تبقى قصيره ودراعها قصير قوي، صباعها قصيره، مش عارف ايه الحاجات دي اللي هتبقى ايه حالات شاذة جدا، حلو. فبيقول لك هو دورفيزم لكن بايه بنسبه متناسبه شويه، حلو. بلس تيجي تبص على وشه تحس ان هي تشايلد فيتشرز كده، طفل صغنون، واضح ان هو ملامحه مش شخص كبير او ادلت او مش بيكبر بمعنى اصح. والجونات طبعا متدمره، هايبو جوناتيزم، تمام. طيب بيقول لك بقى والله ان في ابحاث قالت مؤخرا ان الناس ديت بيكون عندهم مقاومه للكانسر والديابيتس ميليتس، يعني لا محاله لها من الاعراض. تاني يبقى ليفولين عباره عن ايه؟ ان انا عندي مشكله في الاستجابه للجروس هرمون. طب هي على مستوى الهايبوثالامس ولا البيتيوتري ولا الاورجن الاخير؟ لا، على مستوى الاند اورجن، تمام. ايه الاعراض؟ قال لك هيكون شخص دورفيزم قصير باين عليه اللي هو تشايلد، بلس ان هو هيبقى هايبوجناتيزم، تمام. الحاله اللي بعدها بقى اللي هي الايه الفرولي ايا كان اللي هي بتاع ده، تمام. قال لك الشخص ده عكس التاني، احنا قلنا هنا مشكله فين؟ في الاند اورجن. قال لك لا، المشكله هتبقى فوق في الهايبوثالامس، حلو كده، او البيتيوتري، يعني تيومر ضرب الاجزاء اللي فوق، حلو. طب الاعراض؟ قال لك بص دلوقتي لما اقول لك ان انا ضربت الهايبوثالامس وضربت البيتيوتري، حلو، فبالتالي مفيش جروس هرمون، فالاعراض هتكون شامله ده لان مفيش جروس هرمون، حلو كده، بلس هتكون شامله اعراض بسبب اصابه الهايبوثالامس واعراض بسبب اصابه الايه البيتيوتري، تمام، عشان تجمع الافكار. يبقى البتاع التاني ده السبب بتاعه ايه؟ تيومر راح ضرب الهايبوثالامس او البيتيوتري او الاثنين مع بعض، حلو. فبيقول لك الكلينيكال بيكتشر بقى، هتقول لك نفس الكلينيكال بيكتشر اللي موجوده في اللي قبل اللي هو ليفلورين بلس، حلو كده. مش انت قلت لي ان انا ضربت البيتيوتري؟ طب انهي جزء في البيتيوتري؟ قال لك انا ضربت البوستيريور بيتيوتري. طب ده كان مسؤول عن ايه؟ مسؤول ان هو بيطلع الانتي دايريتيك هرمون، يعني المضاد الادرار البول. طب دلوقتي انا ما عنديش حاجه بتعمل ريتنشن لليورين، حلو كده. فايه اللي هيحصل؟ هيحصل ايه؟ بولي يوريا، هيبقى في يعني تبول كتير، حلو كده. طب هو بيحاول يعوض ده، فيحصل ايه؟ بوليتس ايا كان اللي هو بيشرب كتير، حلو كده. تاني يبقى احنا ضربنا الجزء بتاع البيتيوتري، ضربنا انهي جزء؟ الجزء البوستيريور، فاحنا ضربنا الاي دي اتش، تمام كده. فبالتالي يحصل بولي يوريا وبوليتسبيبسيا، تمام. طيب مش ده برضه ضربت لي الهايبوثالامس؟ طيب المفروض ان احنا عارفين الهايبوثالامس دي مليانه مراكز بتاعت الايه الجوع والعطش والحراره والجو ده كله، حلو. فانت دلوقتي واحد ضربت لي الهايبوثالامس، فانت الشخص ده هيبقى على راي دكتور علام شخص بياكل كتير، بوليفاجيا، بينام كتير، هايبرنسوس، تمام كده. طبعا هو بياكل كتير فهيبقى فيه اوبيسيتي، بيقول لك على شكل سامبوكسن ايا يعني كان برضه، تمام. يبقى الشخص ده على راي دكتور علام هو كان بياكل كتير، بيشرب كتير، بيدخل حمام كتير، تمام، او بينام كتير، بياكل بيشرب بيدخل حمام وينام، كل ده تمام. تاني يبقى الشخص بتاع الحاله اللي والله ما عارف انطقها، فرولين ايا كان الاسم يعني. فالحاله دي احنا هنا ضربنا الاند اورجن، لكن هنا ضربنا مين؟ الهايبوثالامس والبيتيوتري، حلو كده. فالاعراض هنا شملت، يعني هنا شملت بس بتاع الاورجن اللي بتاع اللي هو اللي كان المفروض يستجيب، حلو، لكن دي شملت ايه؟ البيتيوتري والهايبوثالامس والاورجن كمان، تمام. طيب بيقول لك في ماتر ريليجيشن او لا، فاحنا ايه برضه هنعتبرها مش موجوده. اخر حاجه بقى اللي هو الايه لورانس مون ده، قال لك هو ما ناقشش ايتيولوجي ايا كان، ولكن قال لك الملامح بتاعت الشخص ده بتكون شبه الحاله اللي قبلها، حلو. يعني تقريبا برضه ممكن تقول ان الايتيولوجي مدمر كله، الهايبوثالامس والبيتيوتري والجروس هرمون، بان الاعراض نفس الاعراض، تمام. طيب هيبقى ايه اضافه ليها؟ قال لك هيكون في سكال ديفورميتي، يعني كجمجمه خلاص اتدمرت، بلس هيبقى في ريتنايز بيجمنتوزا اللي هو الايه العش العلاجي والحاجات دي، تمام، يعني العين والايه والجمجمه. تاني يبقى الشخص ده مجرد هيئه بس قصيره وطفل صغنن ومش عارفه ايه، يبقى ايه ليفلورين، حلو كده. طب دخلت بقى في يدخل حمام كتير وينام كتير ويشرب كتير والجو ده كله، يبقى الحاله الثانيه دي اللي هي الايه الفورلين ايا كان. انما بقى لو احنا دخلنا في اللورنس مون، لا ده شخص بقت السكال بتاعته متدمره وخلقيا باين عليه ان هو ايه في ايرور، تمام. طيب التريتمنت، قال لك الشخص ده عنده مشكله ان الجروس هرمون قليل، يديله جروس هرمون عادي، حلو. يقول لك والله مؤخرا بقى يديله الكومباين جروس هرمون اللي هو تقريبا يعني معدل بالهندسه الوراثيه والحاجات دي، بحيث ان هو الجسم يكون اقل عرضه من هو ايه يحصل اي رياكشن مش ظريفه عليها، تمام. تاني حاجه اقول لك اديله سايروكسين، على سنه السايروكسين هيروح يشجع الحاجات الميتابوليزم، مش عارفين التي اس 3 والتي 4 او عامل الغده الدرقيه المسؤوله عن نشاط الجسم والهيصه والدوشه والجو ده كله، فعلى الاقل انت بتحاول تساعد الايه الجزء ده، تمام، فتديله سايروكسين، حلو. اهم حاجه برضو بيقول لك اديله جوناتوتروبين اللي هو انت بتشجع الجونات دي تتكون بشكل سليم، حلو. ولكن بيقول لك خلي بالك ان انت تديها قبل السن 9 سنين، لان انت يعني عندك دلوقتي هي في مرحله نضج، حلو كده. لو انت لحقتها في المرحله دي هتلحقها ويحصل ايه نمو بشكل كويس، تمام، ويبقى جاست دورفيزم مش هيوصل لايه للفانتازم دي، تمام. لكن لو انت اديتها له بعد كده فهتكون خلاص حصل لها اتروفي، فبالتالي هي مش هتستجيب لاي هرمونات راح تعدل عليها، تمام. تاني بقى اتكلمنا دلوقتي على ايه؟ اتكلمنا على الجلوس هرمون ديفيشنسي، تمام. الكوزس كلها حاجات يعني منطقيه قوي، تمام. الكلينيكال بيكشر يعني متاكد ان هي بتختلف من التشندر للكبار، والتشندر بتبقى هتتاثر بشكل اساسي، النمو بتاعه مش هيبقى موجود، لكن الادلتس هو مش محتاج نمو، هو جاست الميتابوليزم اللي هيتاثر، تمام. طيب بعد كده عندنا ثلاث حالات، الليفلورين والفروكلين ايا كان اسمه واللورانس مون، تمام كده.
طيب طيب كده بالنسبه لايه، والتريتمنت بتعوض الحاجه الناقصه وخلاص، حلو كده. مع العلم ان الجلوتا تروبين تلاحظ السن اللي انت بتديها له فيه. طيب بعد كده هيقول لك الديفرنشال دايجنوسيس للدورفيزم. اصلا ايه دورفيزم، او بمعنى يعني ايه شخص قصير؟ قال لك الدورفيزم ده معناه ان الشخص ده احنا عارفين ان احنا عندنا رينج كده من 3 ل 97، حلو، ده النورمال. فلو انت فوق ال 97 فده طويل جدا، تحت ال 3 يبقى انت قصير جدا، حلو. فبيقول لك دي عباره عن الهايت تحت ال 3 برسنتايل، حلو كده، مقارنه يعني بالناس اللي نفس السن والعمر والجو ده كله. حلو، يبقى دورفيزم شخص قصير اقل بالنسبه اللي احنا متوقعينه. ايه الايتيولوجي، ايه اللي يخلي الشخص ده قصير؟ هي حرفيا حفظ صرف يعني، مش فيها فهم ولا اي حاجه، بس ما علينا. قال لك السبب، قال لك فاميليال ديكومنست، احنا عندنا ناس كتير قصيره حوالينا والموضوع عادي يعني، متعاملين معاه، خاصه هي بروبشنيت يعني هي متوازنه، مش شخص مثير للنظر اللي هو ايه ده، تمام. ففاميليال دي شخص، دي حاجه كومنست اكتر، تمام. طب الجينيتك فاكتورز بقى اللي احنا خدناها في الاطفال اللي هي الايه، الترايزومي الداون، حلو كده، والترنر، نقص هرمونات، حلو كده، او المايكروسيفالي، المفروض المايكروسيفالي برين صغير، السيلتريسكا يا مضغوطه يا فيها حاجه يا حجمها مش مظبوط، فبالتالي كده كده هتكون ايه، قليله، تمام. والبريجرا دي المفروض ان هو شخص بريماتور سينيليتي، يعني المفروض ان هو نضج قبل يعني قبل ميعاده، فبالتالي الاعضاء دي مش بتستجيب لاي نمو، هي خلاص هي هتروح فين اصلا، تمام. ده بالنسبه لي الحاجات اللي ممكن تاثر على الجينات. الاندوكراين ده اللي ممكن يعني جزء نركز فيه شويه او نفهمه. احنا اول حاجه الجروث هرمون، عرفنا ان الجروث هرمون مسؤول عن يعني الميتابوليزم بشكل عام، خاصه موضوع البروتين بيروح يزود الايه، البون والماسلز، فانت دوت مش موجود فمش هحافظ البون والماسل، فالتالي الشخص يطلع قصير، حلو كده، بالنسبه للجروث هرمون. تاني حاجه التي 3 او التي 4 اللي هو عارفين الغده الدرقيه مثلا، يعني مسؤول عن النشاط والنمو والحركه والجو ده كله، فكونها قليله فبالتالي ده هياثر برضو على ايه، حركه الجسم والميتابوليزم والجو ده كله، تمام. طب السكس هرمون، يقول لك زياده السكس هرمون، طب انت ممكن تفكر ان زياده السكس هرمون، طب ما دي مصلحه حلوه، حلو يعني حاجه زياده اهي، قال لك لا، ما هي زياده هتخلي الشخص ده ينضج قبل ميعاده، حلو كده، فنفس الحركه لما هو هيروح يعني يحصل زياده فهو هينضج او هيبقى ادلت بالفعل، فالجسم هيستجيب للجروث هرمون، هو خلاص بقى ادلت هيستجيب لي ليه، تمام. الكورتيزول المفروض ان هو بيعمل اكشن عكس الجروث هرمون، فحاجه قصاد حاجه فبتوقفه. الانسولين ودوت برضو بيقول لك ايه، الانسولين المفروض ان احنا عرفنا يعني دي حاجه بعيده شويه، الانسولين المفروض ان احنا عارفين ان هو بايه، بيقلل الجلوكوز الموجود في الدم، تمام. طب دلوقتي الانسولين قليل، حلو كده، اللي هيحصل الجلوكوز هيزيد، حلو. طب احنا كنا يبقى تاني الانسولين، يبقى الانسولين لما هيبقى قليل اللي هيحصل الجلوكوز هيزيد، نركن دي على جنب، حلو. خدنا من شويه ان احنا عندنا الجلوكوز هرمون بيعمل ايه، هايبر جلايسيميا، حلو، يعني بمعنى ان انا لو جسمي محتاج سكر هروح يزود الجلوكوز هرمون عشان يزود له السكر، حلو. طب دلوقتي الانسولين عندي قليل فالسكر كتير، تمام، هروح انادي الجلوكوز هرمون، قال لك لا، هتقلل الجلوكوز هرمون عشان ما تزودش السكر، واخدين بالكم من الفكره، فبالتالي النقص الانسولين ده بيزود لي الجلوكوز، فبالتالي بيروح يمنع الجلوكوز هرمون عشان ما يزوديش جلوكوز تاني. فممكن لو هي حاله بقى طفل صغير والجلوكوز هرمون، او يعني الحاله يعني الدنيا مقفوره معاها او كده، هتقوم مأثره على الجلوكوز هرمون هيقل، فبالتالي هي ايه، هيأثر على طوله كده، تمام. طب بالنسبه للسكيليتال، دي حاجات كلها ايه، شخص مولود كده كونجينيتال عنده مشكله في الكوندروسايت او الاوستيو، أو يعني في الغضاريف او العظم او الاثنين مع بعض، حلو، او اكتسبها عن طريق الريكتس والباكتس والبوتس ديزيز، حلو، يعني دي حاجه كده يعني لا ايضاح لها، تمام. هو سكيليتال اتولد كده خلقته كده، او مع العمر عمل اي مرض، نقص فيتامين مش عارف ايه الجو ده كله، فبالتالي يتأثر الطول بتاعه، تمام. الحاله الاخيره دي بقى هي كرونيك سيفير انس، الشخص ده عنده مشكله في الكارديو، مشكله في اللنج، في الجي اي تي، في الكني، يعني بغض النظر عن مسمياتها ايه، ولكن بشكل عام الشخص ده مش عايش حياته بشكل طبيعي، فهل هتبقى هرموناته شغاله بشكل كويس ان هي تحصل نمو بشكل طبيعي؟ قال لك لا طبعا، هيبقى ايه، متاثر، ومن ضمنها الدورفيزم، تمام. تاني يبقى شخص قصير، حلو كده، الديبريشن دايجنوستس بيكون اسباب كتيره جدا، سواء كانت فاميليا، سواء كانت جينيتك، سواء كانت اندوكراينال او سكيليتال او حاجه كرونيك، فالاسباب دي كلها يا اما ان هو شخص الفاميليا اللي ده الكومنست بالنسبه لنا، لكن عامه دي كلها الديفريشن دايجنوز اللي تخلي ايه الشخص قصير، او تشوف شخص ايه دورفيزم اقل من النسبه الطبيعيه اللي هي 3 برسنتايل، تمام. طيب بعد كده نتكلم على البرولاكتين، ماشي. ايه هي الهايبر برولاكتينيميا؟ ببساطه البرولاكتين زياده، حلو كده. طيب مش احنا اتفقنا ان احنا عندنا عمليه الرضاعه او اللاكتيشن عباره عن مرحلتين، مرحله سينسيز تكوين ومرحله افراز اللي هي السكريشن، حلو كده، واتفقنا، استنوا، واللي هي البرولاكتين عندنا هو البرولاكتين ده مسؤول عن ايه، السينسيز، حلو كده، يجي بعد الاوكسيتوسين مسؤول يعني ايه، الريليز او السكريشن، جميل جميل. طيب دلوقتي ايه اللي هيحصل في الجسم؟ قال لك والله البرولاكتين ده اصلا وظيفته بشكل اساسي اللي هي ايه، البرودكشن اوف ميلك، فهو يعني بيناقشك في الفسيولوجي يعني بشكل طبيعي كده، بيقول لك ان هو شبه الجروث هرمون لايك اكشن، يعني تقريبا بناء او بيزود البناء، حلو كده، فمن خلال بقى ان هو بيزود يعني بيعمل على الجروث للدكتس والفيلاي اللي موجوده في البريست، طبعا بمساعده مين، الاستروجين والبروجسترون، على اساس ان ايه يعني اثناء الايه الماتوريشن بتاع الفيميل، تمام تمام. بعد كده بيقول لك في وظيفه برده خلال البريجنسي ان هو بيثبت الكوربس لوتيم لحد ما الايه تتكون البلاسيتا ويحصل تغذيه من خلالها وهكذا، تمام. ما علينا، انت يا برولاكتين ايه اللي بيحصل تنظيم ليك في الجسم، او ازاي بيحصل تنظيم ليك في الجسم؟ قال لك عن طريق مجموعه عوامل، في حاجات بتزود وحاجات بتقلل، حلو كده. حاجات بتزود يا بديهيات، ستريس، سليب، سسكرنج اللي هي ايه، البيبي وخلال الرضاعه وكده، تمام. نركز بقى على النقطه دي، السيروتونين، سيروتونين ان كان،
والاوبيتس والفي اي بي اللي هو الفازو اكتيف انتستاين بيبريس حاجه شبه كده والثايرويد ريزنج هرمون. حلو كده. ليه ركز على دول؟ لان لما هنتكلم بعد كده على الايتيولوجي ايه اللي حصل عامل هايبر برولاكتينيميا هيقول لك مشكله حاجه في السيروتونين حاجه في الاوبيتس حاجه في الثايرويد ايه البتاعه تي ار اتش ده اللي هو بتاع الثايرويد. حلو كده. تاني يبقى ايه الحاجات اللي بتزود الريليز؟ قال لك السليب ستريس تاسك دي ايه قوم لوحدها كده تمام اللي هي الام والحامل اللي بتبقى مش عارفه تنام او نايمه كتير البيبي والرضاعه كده كل يعني تتحط في الكاتيجوري دي مع بعضها تمام. انما السيروتونين الاوبيوتس سوري والفي اي بي بتاع الثايرويد ريزنج هرمون دول على جنب. حلو. نيجي بقى ركز على استاذنا بيقول لك الثايرويد ريزنج هرمون هو بالرخامه كده اهو وقت ما بيزيد بيزود معاه البرولاكتين. حلو كده. تاني يبقى هو بيعتبر بيقول عليه الثايرويد ريزنج هرمون اكتيفيتنج بروتين حاجه شبه كده. المهم ان هو بالرخامه بيزود معايا البرولاكتين تمام. فلما يحصل مثلا في ديزيز معين في الجسم تمام الديزيز ده مخلي لي التي 3 والتي 4 قليلين. حلو. فالغده الدرقيه متضايقه ان تي 3 وتي 4 قليلين فتعمل ايه؟ هتروح تشتكي للهايبوثالامس او البيتيوتري تقول لهم لو سمحتوا زودوا لي الثايرويد ريزنج هرمون. حلو كده. فبالتالي ده هيحصل له زياده. حلو كده. فمع الزيت ده هيقوم هو مزود البرولاكتين. فيقول لك هنا مع حالات الميكس ديما او الكريتينيزم اللي هم فيهم نقصان في التي 3 والتي 4 بيحصل بشكل طبيعي هايبر برولاكتينيميا عشان لما تتذكر بعد كده نبقى فاهمين ليه تمام. تاني بقى الحاجات اللي بتعمل ستيميليشن او اللي بتزود افراز البرولاكتين سليب ستريس مع السيروتونين الاوبيتس والفي اي بي والاي والثايرويد ريزنج هرمون. طب ايه الحاجات اللي بتعمل لي انهبيتري؟ مش انت قلت لي السيروتونين بيزود فالانتاجنس بتاعه بيقلل؟ مش انت قلت لي الاوبيتس بتزود فالايه الانتاجنس بتاعها بيقلل؟ حلو. بلس الدوبامين. الدوبامين بشكل طبيعي احنا عندنا الجسم المفروض فيه برولاكتين وفي ايه دوبامين. طب ليه مفيش هايبر برولاكتينيميا؟ لان في دوبامين. حلو. البرولاكتين وقت ما احنا بنكون عايزينه في حاله معينه ساعه البريجنسي او اللاكتيشن او كده بيزيد. حلو كده. طيب وقت ما احنا مش عايزينه فالدوبامين بيسيطر عليه ويقلله. حلو. يبقى ده الطبيعي. طيب لما انا اقول لك دلوقتي بشكل اساسي حصل عندي هايبر برولاكتينيميا حلو كده يبقى الاساس فين؟ قال لك في الانهيبيشن مشي. حلو كده. يبقى عندي في برولاكتين وفي دوبامين. حلو. ده موازن ده جميل. طب ده بقى فجاه زاد اكيد ده اختفى. حلو. فبالتالي نيجي بقى على موضوع الايتيولوجي ايه السبب اللي يخلي عندي هايبر برولاكتينيميا تمام. قال لك سبب اول حاجه سايكولوجيكال إيه في ام في بيبي في ولد في رضاعه في بتاع فكل ده ستريب وستريس فدي كل حاجه تعمل استيميليشن للايه لزياده البرولاكتين. حلو كده. يبقى دي حاجه فيسيولوجيكال تمام. الحاجه الثانيه فارماكولوجيكال. لما اقول لك فارماكولوجيكال اكيد انا اثرت على مين؟ على الدوبامين. سواء انا اثرت على يعني شغله عملت له انتاجونست عكست شغله. حلو كده. او ان انا دمرته ديبليشن تمام. تمام زي ايه؟ قال لك مثلا حد بياخد دواء انسايكوتيك زي الايه الفينوسايزان مثلا او حد بياخد انتي ايميتيك بتاع الترجيع ده حلو زي ميتوكلوبراميد تمام او حد بياخد ادويه هايبرتنشن زي الايه الميثايل دوبا او ريزبرين ايا كان الحاجات دي كلها هتاثر على شغل الدوبامين سواء هي هتعكس الشغل بتاعه او هتكسره. حلو كده. ففي الحالتين هنمنع الانهيبيشن فبالتالي هيبقى في ابر هاند بقى لمين للاستيميوليشن. حلو. فبيزداد يزيد الايه الايه بتاع اسمه ايه ده البرولاكتين. حلو كده. بيقول لك الاوبيس احنا عارفين الاوبيس بيزود الاستروجين على سن الاستروجين بيساعد على الماتوريشن بتاع الفوليكلز والداكتس مع الايه في البريستو كده فهو هيساعد على الايه زياده البرولاكتين. حلو. يبقى دي ايه الفارماكولوجيكال كوزز تمام. طيب بالنسبه لي الباثولوجيكال في ديزيز عندي هيقول لك والله يا اما ديزيز على مستوى الهايبوثالاموس يا اما ديزيز على مستوى البيتيوتري اي حاجه من دول عملت فانكشنال ادينوما زي ما قلت من شويه الحاجتين دول بدا ان هما يزودوا الافراز بتاع الايه البرولاكتين. حلو كده. وبعدين يقول لك ايه برايمري هايبوثايرويديزم اللي احنا لسه قايلينها من فوق لما يكون في مشكله في تي 3 وتي 4 ان هم قليلين هيروح يشتكوا لمين للهايبوثالاموس والبيتيوتري فتزود ثايرويد ريزنج هرمون. حلو. هو بالرخامه يزود مع مين البرولاكتين تمام. اخر حاجتين دول يعني معتمده قوي على ايه بنيه الجسم يعني الشخص ده عنده مشكله في الليفر الليفر اللي هو المفروض بيعمل ميتابوليزم للايه البروتين عامه او الميتابوليزم بشكل عام. حلو. فالمفروض عندي برولاكتين في الدم المفروض ان هو نزل عمل وظيفته وبعد كده يتصرف يتكسر ويتصرف. حلو كده. فالليفر مش موجود فما كسروش فمش هيتصرف هيفضل موجود في الدم والمفروض الايه الرينال اللي بتاع الكليه هي اللي تصرفه فهي عندها فيلير مثلا فما صرفتوش هيفضل موجود في الدم. حلو كده. يبقى ده كده الاسباب اللي ممكن تعمل ايه هايبر برولاكتينيميا. تاني بسرعه كده يبقى احنا خدنا الفيزيولوجي بتاعته بشكل طبيعي اللي هو مسؤول عن الايه البريبريشن للميلك. حلو كده. ان هو يحصل له بعد كده سكريشن عن طريق الاكسيتوسين الريجوليشن حاجات بتزود وحاجات بتقلله ويعتبر اهم حاجه تمام كلمه الايه الدوبامين ان هو بيقلل ونحصل في الدوبامين مشكله فهو خلاص البروتين عندي بقى زياده تمام. والايتيولوجي في حاجات فيسيولوجيكال في حاجات فارماكولوجيكال وحاجات ايه باثولوجيكال تمام. بعد كده نتكلم على الكلينيكال بيكتشر ايه اللي احنا هنشوفه على الشخص اللي عنده مشكله في هايبر برولاكتينيميا تمام. قال لك الاكشن بتاعه هيدفع على حاجتين اول حاجه بيختلف طبعا من مين لفيميل دي نقطه. النقطه الثانيه ان احنا عندنا برولاكتين زياده فالجسم بيحاول ان هو الاول يصلح المشكله بينه وبين نفسه فبيعمل ايه نيجاتيف فيدباك. حلو كده. يحاول ان هو يبعت بقى اشارات سواء كان للجونادز يبعت اشارات للبيتيوتري للهايبوثالاموس ان هي ايه تقللي البروتين اللي عمال يطلع بزياده ده تمام. فبشكل عام كده يقول لك ايه مثلا بالنسبه للميل. حلو كده. احنا عارفين البرولاكتين اصلا مسؤول عن ايه التمهيد لعمليه الدكتس والالفيلاي وان هو يعمل سيسيز للميلك. حلو كده. فهيحصل بالنسبه للميل جاينيكوماستيا وجلاكتوريا. حلو كده.
لان هو ايه هيعتبر هيبقى ماشي باس واي ان هو بيكون بريست وبيبقى فيميل. تمام حلو كده. بلس الاثنين انفيرتيلتي وامبوتنس يعني دي حاجه مشتركه كده كده حلو. طب بالنسبه للفيميل احنا قلنا هيبقى عمال يعمل نيجاتيف فيدباك حلو كده وهيطلع اشارات للبيتيوتري والهايبوثالامس اللي هو ايه عماله بتقلل. فمن ضمن اللي هيقلله هيعمل سبريس لايه للجروس ايه سوري للجونيز ريليزنج هرمونز حلو كده. فبالتالي هيدخل في حاله امينوريا تمام بلس برضه جلاكتوريا لان اوريدي في اوفر برودكشن للايه للميلك وهكذا تمام. طيب طبعا كده بيقول لك البريشر مانيفيستيشن دي بمعنى ان انا لو مثلا عندي البيتوتري بايز ادي البيتوتري وقسمناها لجزء انتيرو وجزء بوستيرو حلو كده. فالانتيرو البروتين كان طالع من الانتيرو حلو كده لو كان السبب بقى ادينوما والادينوما دي بتكبر تكبر تكبر وقامت واخده مع الجزء البوستيرو فانت دلوقتي ضربت البوستيرو فانت دخلت في بان هايبو بيتوتريز تمام. ده كمصطلح يعني. طيب الانفستيجيشن قال لك مبدئيا كده انت عندك مشكله في زياده هرمون فانت شاكك هتعمل ايه هتروح تفحص الهرمون حلو. طب يقول لك لو انت رحت دورت على الهرمون ده ولقيته يعني اكبر من 250 فانت دلوقتي عندك شك تقريبا كده عندك شك ان انت داخل على بيتيوتري ادينوما حلو. لكن جاست ان انت لقيته اعلى من 300 فانت ده بالنسبه لك دايجنوستيك ان انت لقيته ان انت عندك قصدي بيتيوتري ادينوما. تاني يبقى الهرمون الاسسمنت لو هي اكبر من 250 فانت عندك شك او احتمال. لو هي اكبر من 300 خلاص انت دايجنوستيك ليها. المفروض النورمال بقى اقل من 15 في الميل وهي اقل من 20 في الميل ايا كان يعني. المهم تعمل هرمون الاسسمنت تبقى حافظ الرقمين اكبر من 250 شك اكبر من 300 تاكيد ان هو خلاص ادينوما تمام. طب الهرمون الايفكت بقى قال لك المفروض ان انت ممكن تشك ان الثايرويد هي اللي مزوداه حلو كده. فتروح تشوف الثايرويد فانكشن تمام. لو لقيت الثايرويد فانكشن قليله يبقى اكيد الثايرويد هو اللي زياده اللي هو ثايرويد ريزنج هرمون وهو اللي مزود معاه مين البرولاكتين بالعافيه تمام. قال لك بعد كده ممكن تعمل سي تي او ام ار اي على البرين عشان تشوف لو تيومر او ادينوما او حاجه من الحاجات دي. ولكن بعد كده بيقول لك لو هي حاجه صغيره جدا 10 مللي يعني اصغر من 10 مللي مش هتعرف تشوفها بالسي تي وهتفتكر ان دي عادي بيتيوتري عادي مش فيها اي ادينوما ولا اي حاجه تمام. ده بالنسبه لي الانفستيجيشن تمام. طب التريتمنت قاعده واحدا على طول بنخش نشيل الجراح تمام. ولكن بيقول لك انت يعني اول بصوي بالنسبه لك السيرجيكال ممكن تعمل ترانسسفينودال او ترانسكرينيال ان انت تبدا ان انت تفتح يعني وتشيل التيومر خالص حلو كده. ولكن حلو كده بيقول لك بعد الايه منجرب الميديكال وتلاقي ان هو فشل حلو كده. قال لك ممكن تستخدم راديشن زي الايه البروتون او الالفا بارتكلز توجهها وتعمل. واحيانا بيعملوا ايه يعني يروحوا سيرجيكال يشيلوا حلو كده وراديشن البقايا اللي حدثت الباقيه او عشان يمنع الريكورنس والحاجات اللي زي كده تمام. وكون في الاول بداوا بموضوع الايه الادويه دراكس حلو كده. احنا الادويه المفروض هدفها ايه؟ قال لك الادويه دي المفروض ان هي اما هتوقف عمل البرولاكتين حلو كده او هتروح يعني تشجع الدوبامين ان هو يوقف حلو كده. يبقى برولاكتين انتاجونست او ايه دوبامين اجونست حلو. طب احنا ليه بندي دوبامين اجونست يعني ليه بندي حاجه شبه الدوبامين ليه مش بندي دوبامين بشكل مباشر؟ قال لك عشان هو مش بيعدي البلات برين بارير تمام. طيب قال لك زي ايه؟ قال زي البرومكريبتين وزي انا حرفيا من ساعه ما سمعت دكتور علام بيقول سيبريجلو مش عارف انطقه تاني حلو كده والكوانجلودين حلو كده. مين اكتر واحد افكتيف؟ هو ايه سيبريجلو ده تمام كده. قال لك ده اثاره السلبيه يعني السايد افكتاته بتكون قليله بلس ان هو بيأثر لي اولا على برولاكتين بيقلله مش بس كده ده بيروح للتيومر ويبدا ان هو ايه يقلل لي حجمه تمام. إيه قال لك لو سبب ميكسديما يعني مشكله في الغده الدرقيه روح صلح تمام. يبقى احنا يعني باختصار كده خدنا ايه في البتاع الهايبربروتينيميا دي. قلنا اول حاجه بنناقش الفسيولوجي بتاعه البرولاكتين وبعدين قلنا ايه العوامل اللي بتاثر عليه سواء كانت بتزوده سواء كانت بتقلله. وبعد كده بدانا من العوامل دي نناقش الايتيولوجي سواء كانت المشكله في دواء بياخده او المشكله في بتاع باثولوجي عنده في البتاع في عذرا بس الواحد فصل في الايه في البرين او البيتري او الايه او الهايبوثالاموس كده تمام. وبعد كده نتكلم على الكلينيكال بيكتشر تمام. هي حرفيا شغل البراكتين بيعمل ايه بتقعد تزوده تمام بلس ما بيعمل سبريشن على من خلال الايه نيجاتيف فيدباك حلو. الانفستيجيشن على طول بتروح تشوف الهرمونز. التريتمنت المفروض ان انت تبدا ادويه حلو كده وبعد كده تلجا للجراحه وان في حاجات ريكورنس بتخش على الراديشن حلو. ولو في اي كوست تاني لازم تعالجه في الاول عشان ما يرجعش مره ثانيه تمام. ده بالنسبه للهايبر برولاكتينيميا. الديابيتس انسيبيتس برضو مع الاكروميجالي في المحاضره اللي بعد دي هنتكلم بعد كده عن حاجه اسمها سيندروم اوف ان ابريشيت اي دي اتش سيكريشن اللي هو ايه هو مش لاقي اسم يحطولك فكاتب لك الكلام ده كله. المهم ان احنا عندنا الاي دي اتش كميته كبيره زياده عن اللزوم حلو كده. طيب بشكل عام نبقى عارفين ان هي زياده ليه. قال لك حاجه من الاثنين يا اما في مرض او ديزيز في حاجه معينه حلو كده راحت للبيديتري قالت لها زودي الاي دي اتش تمام او في حاجه بتعمل اكشن او بتطلع حاجه شبه الاي دي اتش تمام. فالمهم الاكشن بتاع الاي دي اتش بشكل عام اوفر ريتد شويه تمام. نناقش بقى الكوز اللي هو كاتبها. قال لك اول حاجه ان انت عندك بارا مالجنت سيندروم. بارا مالجنت معناها ان انت عندك حاجه مش تيومر بشكل واضح وصريح ولكن او سوري مش تيومر هي تيومر في مكان ما بيعمل وظيفه شبه الوظيفه بتاعه الغده اللي بتفرز الاي دي اتش تمام. المهم زي قال لك مشكله في اللونج سايمس. الامثله حرفيا هي شيء مرهق للعقل لا اكثر بحيث ان هي كده. المهم انت عندك بره مالجنا سيندروم او مشكله في البلمونري سواء نمونيا او تي بي او ابس اين كان او مشكله في السين او مشكله في الميتابوليك او ادويه بشكل او باخر. الحاجات دي كلها يا اما هتروح تاثر على البيديتري تزودها حلو كده تزود الافراز بتاع السكريشن بتاع الاي دي اتش حلو او هتعمل نفس الاكشن ان هي ايه بتعمل ووتر ريتينشن تمام. طب دلوقتي لما هقول لك الحاجات دي كلها هزود الاي دي اتش في ايه اللي هيحصل قولا واحدا الووتر ريتينشن. ايه اللي هيحصل؟ احنا هنخزن الميه بشكل كبير في الجسم حلو.
طيب عايزين بقى نناقش حته معينه كده عشان توصل. احنا دلوقتي عندنا ونفترض مثلا ده دم ده يورين اقول يعني، تمام. المفروض ان هنا في كميه ميه املاح وهنا في كميه ميه املاح، ودي متوازنه ودي متوازنه، تمام. يعني وليكن مثلا ادي اهو مثلا دي كده ميه ودي املاح، ماشي. ومفروض هنا ميه راحت فين اهي، يا دي النيل املاح وايه وميه. المفروض ان كل حاجه متوازنه والدنيا تمام، تمام. فالاوزمولاريتي هنا متعادله او متظبطه مع دي والدنيا ماشيه زي الفل، حلو. فايه اللي حصل؟ زاد الاي دي اتش. فايه اللي هيحصل؟ هيعمل ووتر ريتينشن. يعني ايه؟ يعني اليورين او كميه الميه اللي نازله في اليورين هتبقى قليله، حلو. فاحنا هنقوم بقى بالاستيكه الهانم دي ماسحين شويه يورين من هنا، ماشي، ومزودينهم هنا، زودينهم هنا، حلو. فايه اللي حصل؟ انت بس خدت ميه من هنا زودتها هنا، تمام. فايه اللي هيحصل؟ قال لك هنا هتيجي تشوف اليورين بالنسبه للاملاح، اليورين هنا سوري الووتر بالنسبه للاملاح، الميه بالاملاح، حلو. فقال لك في اليورين هتلاقي كميه الميه قليله، حلو كده، لانها اتحبست للدم، حلو، لكن كميه الاملاح كتيره. فوكأن بيقول لك ان كثافه او تركيز الاملاح هيبقى عالي، حلو كده. لكن هل انا زودت الاملاح؟ هل في مشكله في الاملاح؟ لا، هي الميه القليله، حلو. فبالتالي انا لما اسحب الميه من هنا الاملاح تركيزها بقى عالي، وايه بيقول لك عليها هايبر اوزمولار في اليورين، حلو كده. تيجي على العكس بقى هنا، تمام، هنا كميه الاملاح ثابته ما اتغيرتش، حلو، لكن الميه هي اللي زادت. فيجي يقول لك كميه الميه هنا زياده، لكن كميه الاملاح هي يعتبر ثابته، ولكن بسبب زياده الميه يعتقد ان الاملاح دلوقتي بقت قليله بسبب ان هي ايه تم تخفيفها يعني، تمام. تعالى بقى نشوف الكلمه المكتوبه. فيقول لك هيحصل ووتر ريتنشن، فيحبس ميه كبيره من اليورين يزودها للدم، فكميه الاملاح الصوديوم مثلا اللي موجوده في قلب الدم هيحصل لها دايليتيشن، ان هي مش دايليوشن ايا كان، هتبقى مخففه، حلو كده. طبعا الاملاح مخففه، الاملاح مهمه جدا لحاجات كتيره في الجسم، فتخش بقى في نوزيا فومتنج اريتابيلتي كونفلشنز كل الحاجات دي كلها، تمام. ولكن بيقول لك يعني ان كميه الميه اللي هتحصل بسبب زياده الاي دي اتش دي او هتتخزن مش هتبقى كفيله ان هي تزود فوليوم البلط لدرجه ان هي توصلك لهايبر تنشن، حلو كده، او انها تعمل لك اديما يعني مش قوي يعني، تمام. يبقى تاني الاي دي اتش لما هيزيد هيعمل ووتر ريتنشن، حلو كده. فالووتر ريتنشن زي ما قلنا هتاخد الميه من حته، الميه في حته، فالحته اللي هي خدت منها الميه هيبان كان الاملاح زادت بس هي ما زادتش، حلو كده. والحته اللي احنا رمينا فيها الميه هيبان كان الاملاح قلت بس هي ما قلتش، تمام، هي بس اتخففت، تمام. طب الانفستيجيشن قال لك اول حاجه هتشوف الهرمون هتلاقي زياده، تمام. تاني حاجه هتشوف الايفكت بتاع الهرمون، حلو كده. قال لك فانت هتلاقي في اليورين اهو هتلاقي وكان تركيز الاملاح زياده، هاي صوديوم هاي ايه اوزمولاريتي، لكن في الدم هتلاقي وكان تركيز الاملاح بقى قليل، لو اوزمولاريتي ولو سيروم، حلو كده. طبعا انت اول ما تلاقي الاملاح متاثره ترجع ايه تشك فيها على طول، اكيد الكليه هي اللي عملت المستوى دي كلها. يقول لك لا، نورمال رينال، نورمال ادرينال، نورمال ثايرويد فانكشنز، يعني دول كلهم براءه. يعني هي المشكله فين؟ في كميه الميه اللي ايه راحت زياده من هنا لهنا، تمام. قال لك ممكن تعمل ايمج يعني اكس ري سي تي ام ار اي لو انت شاكك ان فيها ادينوما او تيومر او حاجه من الحاجات دي، تمام. ايه التريتمنت بقى؟ قال لك اول حاجه لو انت الشخص ده يعني بدا يظهر عليه ان هو بيحصل ووتر ريتنشن اليورين وانت لقيت تركيز الاملاح عالي جدا في اليورين، حلو كده، فانت تعمل ايه؟ قال لك اول حاجه بطل خليه يبطل يشرب ميه كحل مبدئي، حلو كده. قال لك طب انت دلوقتي الاي دي اتش عمال يزيد يزيد، تعمل ايه؟ قال لك اديله يعني زي دواء كده يضاد عامل اللي هو ايه الديموسايكلين، حلو كده. قال لك الديموسايكلين المفروض ان هو هيروح للقلب للكليه يقول الاي دي اتش ما تشتغلش، حلو كده. فلما ما يشتغلش يمنع الايه الووتر ريتيشن، فتتحل المشكله المفروض يعني، حلو. ولكن بتبدا تستخدمه لما الحاله تبقى ريزيستنت كيس، يعني انت كاول حاجه بتستخدم ان انت ايه قلل الميه اللي عندك، حلو. يبقى انت كده كده ايه وفرت كميه الميه اللي عماله تتوفر. تاني حاجه لما في حاله ريزيستنس او مش عايز تستجيب تدخل على الدواء، حلو كده. لو قوي 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 تبدا بقى انت تركب له محاليل، حلو كده. لو هايبر تونيك صغير تكون تركيز الاملاح التركيز الاملاح فيه عالي جدا، بلس ان انت تدي له فلوس ميه عشان تبدا ان انت ايه تفضي الميه اللي هي عماله تعبي في جسمه دي، تمام. اخر حاجه بقى لو في سبب معين هو اللي ودى المشكله دي تبدا ان انت تعالجها، تمام. تاني يبقى بتاع اللي هو السعيده ده السبب بتاعه ايه؟ ان الاي دي اتش تركيزه عالي، نسبته عاليه، الاكشن بتاعه بقى اوفر يعني اوفر ريتد قوي، الكلينيكال بيكتشرز قولا واحدا ايه؟ ووتر ريتنشن، هيخزن كميه ميه هياخدها من اليورين يرميها في الدم، فلما يعمل كده هيحصل ايه؟ ان اليورين تركيز الاملاح فيها هيبقى عالي، حلو كده، وفي الدم هيبقى قليل، ونبقى فاهمين ان هو الاملاح اصلا ما عملتش اي حاجه، هي الميه اللي اتشالت من هنا اتحطت هناك، تمام. التريتمنت بقى قال لك هتعالج سيمتومز في البدايه، وبعد كده هتدي له هرمون انتاجونست على سنتر بتقلل الهرمون، وفي الاخر تركب محلول وتعمل تريتمنت للكوز، تمام. هنكمل بقى دلوقتي عن البان هايبوفيجيتاريزم، تمام. طب هو ده عباره عن ايه؟ قال لك دول يعني زي ميكس كده ما بين الشاهين سيندروم والسيموين ديزيز ايا كان، حلو. قال لك الكوز بتاعته بتكون ممثله في اربع عناصر، اول حاجه شاهين، تمام كده، او شيهان سوري شيهان ايا كان، والابوليكسي والفورتي والازر، تمام كده. هنتكلم على اول واحد اللي هو ايه شيهان ده، تمام. قال لك شيهان ده عباره عن ايه؟ عباره عن حاله من اثنين، حلو كده. يا اما عندي البيتوتري عاديه جدا مفيش اي مشكله، حلو كده، وفجاه انقطع عنها البلط بسبب ايه؟ هيموجلوبين عالي جدا او ضغط عالي جدا ايا كان، انقطع عنها البلط، حلو كده، فهي بقى ما عندهاش بلط، حلو كده. فحصل ايه؟ حصل اسكيميا ونكروزز، تمام. دي في حاله ان الغده عاديه عادي جدا، ولكن حصل ايه؟ انعدام للبلط مره واحده، تمام. او حاله ثانيه ان في تيومر ما
في الغده، حلو كده. وطبعا التيومر يعني المفروض دي الغده اهي، وصل لها بلاد عادي جدا، وحصل تيومر فزود حجم الغده شويه، فالمفروض يعني علشان الغده دي او التيومر ده يكتفي يعني وياخد تغذيته بشكل زي الفل، ياخد له ايه بلاد سبلاي لوحده كده، حلو. فده ما حصلش، تمام. فبقى حصل هايبر بليجيا وهايبر اتروفي للغده من غير ما يوصل لها بلاد سبلاي، حلو. وجيت الست دي مثلا كانت حامل وولدت، تمام. وخلال الولاده بقى حصل ايه، هيمرج عنيف جدا، فحصل هايبوفيليميا، فدخلت في شوك، حلو كده. فما فيش بلاد واصل كفايه لا للغده الاصليه ولا بعد ما حصل لها هايبوفيليجيا، تمام كده. فبالتالي يحصل حالتين، هي اسكيميا مفيش بلاد واضح، وبعد كده يتكون ايه، نيكروز، تمام. ده بيحصل كده الايه، الشهين دي سندروم، حلو. واكتر او شهان، وبيكون اكتر يعني ملحقها بالبريجنسي بوست بيرتم الجو ده كله، تمام كده. يبقى بنروح كده هي عباره عن ايه، اسكيميك نيكروزس. بسبب ايه؟ بسبب في بلاد لوس عنيف جدا حصل هايبوفيليميك شوك بعد الشيلد، بعد الولاده، حلو كده. في حاله من حالتين، حلو كده، يا اما في عندك فجأة كده بعد هيمرج عنيف او هايبوتنشن او تشوك ايا كان، في بعد في بلاد اتفقد، حلو كده، ما فيش بلاد واصل للغده، فبالتالي حصل ايه، دروب للبلاد سبلاي اللي هو الطبيعي اصلا، او اصلا ان في هايبر اتروفي او هايبر بليجيا للخلايا اصلا، حلو كده. وبعد الولاده فقط الدم زياده، فبالتالي اصلا الخلايا اللي كانت واصله لها الدم ومستحمله بالعافيه مبقاش وصلها دم خالص، تمام. ده بالنسبه لايه، لشيهان سندروم، حلو. طيب حاجه تانية زي البيتيوتري ايه، ابوبلكسي. ده يعني مش يعني مش حاجه مهمه قوي، على قد ما ان احنا دلوقتي عندنا ادي الغده حصل هيمرج، يعني ايه، بلاد سبلاي رايح، فقام في قطع نيرف اي حاجه خبط الجو ده كله، فقام في شويه بلاد متجمعين في المكان ده، تمام كده. او حصل ان عندنا ادينوما والمفروض ان في بلاد سبلاي رايح، والادينوما ديت المفروض ان رايح لها بلاد سبلاي، فاتقطع، حصل انفراكشن، حلو كده. فبشكل او باخر يعني تعتبر بريشر، حلو كده. فبيقول لك بيبقى في زياده فجاه في الايه، في زياده الانتركرينيال تنشن، تمام. فلما تزيد الانتركرينيال تنشن هتبدا تاثر على الاعصاب اللي موجوده، فالمنتال ستيس واكتر حاجه الفيجوال بيأثر عليها، فده كله ايه، هيتدمر، حلو. يقول لك والله بعدين بقى في الاخر بقى ممكن يوصل لحاله الايه، الهايبوبيتيريزم ديفلوبز، ان هو يعني يقلل كل ايه، هرمونات الغده الدرقيه وبتاع الغده النخاميه البيتيوتري، تمام كده. ده بالنسبه لحته بيتيوتري ابلكس، يعني ايه اللي هو البيتيوتري بتتلكك يعني، تمام. حصل هيمرج انفراكشن ذات انتركرين تنشن، اضغط على الاعصاب المينتال ستيتس، انا حصل هابي بيتيوتريزم خلاص، تمام. الفورتي بقى يعني ايه، في دواء معين هي خدته او الشخص ده خده يعني، اما اثر على الافرازات بتاع الغده الدرقيه، حلو كده، ايوه الغده النخاميه البيتيوتري، تمام كده. او تيومر معين، حلو كده، راح ضرب الغده ما خلاش تفرز هرموناتها، تمام كده. او تروما او تي بي، حاجه بشكل او باخر راحت اثرت على الغده خليتها مش تفرز هرموناتها بشكل كفايه، تمام. او حاجات اثرز بيقول لك ايديوباثيك، حاجه ايديو ميون راحت ضربتها وخلاص. او حاجه كونجنتال زي ايه، الكلامان سندروم. ده الكلامان سندروم ده بيقول لك ايه، ان هو بيكون حاله يعني فايده من نوعها ان تكون الهرمونات مش حاجه ناقصه لوحدها، لا اصل قصدي هي حاجه ناقصه لوحدها اللي هي ايه، الجوناتروبين هرمونز بتاعت الجونات، حلو كده. وبيقول لك بتبص كده على السيله تروسيكا مثلا بالاكس ري ولا حاجه، تحس ان هي ام بي تي، تمام. تبص كده تقول يا لهوي البتاع راحت فين، فهي بس هي ما مشيتش ولا حاجه، هي جاست بيقول لك هي بتبان كانها ام بي تي، ولكن هي المساحه دي مليانه بالسي اف اس، حلو كده. والسي اف اس ده ضاغط على الغده مخليها مبططه كده، تمام كده، تحس ان هي فلات ولازقه في الهول. فبالتالي ممكن من المريض ده يعني تيجي تبص يعني تحس ان هي ام بي تي يعني، تمام. وبعد كده اقول لك المريض ده اصلا ممكن يكون نورمال عادي جدا، ممكن يوصل لحاله ان ايه، البيتيوتري تضرب خالص وما تفتش اي حاجه، تمام. ممكن هو يتولد كده، او هو بعد كده يتطور برايمري او سيكندري كديزيز بعدين، حلو كده. وقال لك برده الاعراض دي بتظهر في الفيميل اكتر بنسبه 80%، في الاوزيوس 75%، في الهايبر تنشن 30%. هو كلام عبيط وخلاص، تعرف ان الكلام السندروم ده عباره عن ايه، ان هي عباره عن نقص في الايه، في الجلوتامين هرمونز، حلو كده. وتظهر السيلا تروسيكا وكانها ام بي دي، ولكن هي مش ام بي دي، هو سي اف اس بس ضغط عليها مخليها كانها ايه، لازقه في الجدار كده مش واضحه، تمام. ده بالنسبه لايه، للايتيولوجي. الكلينيكال بيكتشر دلوقتي انا بقول لك ان انت عندك بين هايبوبيتيتريز، بمعنى ان انت عندك الهرمونات كلها نازله، حلو كده. فطبيعي هقول لك اول حاجه هرمونال افكت، تمام. طب دلوقتي انا بقول ان في ادينوما، حلو كده. فالادينوما دي مأثره سواء على الاماكن اللي حواليها، يعني عامله بريجر افكت، حلو كده، بلس يدخل في حاله هايبوثالاموس سندروم، هنتكلم عليها وقتها، تمام. وبعدين بيقول لك الفيتشرز ديت بتظهر في البدايه يعني للجروث هرمون، حلو كده، وبعد كده الجلوتروبين، وبعدين تي اس اتش، وبعدين ايه، اي سي تي اتش، عشان لما تيجي تعرف بترتيب تاني. يبقى تاثير الهرمونات دي بتبدا بالجروث هرمون، حلو كده، وبعدين بتبدا ان هي واحده واحده تروح لايه، الجونادز، وبعدين تي بتاع الغده الدرقيه والايه، والفضليه. هنبدا اول حاجه نتكلم عن الهرمون الافكت، تمام. دلوقتي انا بقول ان احنا عندنا بان هايبوبيتيريز، بمعناها ان احنا ضربنا تقريبا الغده البيتيوتري، حلو كده، ومش خليناها تفرز هرموناتها، خاصه ايه، الجزء البوستيريور، حلو. فلما اقول لك دلوقتي هياثر على البرولاكتين، فطبيعي البرولاكتين ده كان بيأسس الايه، الدكتس والاوفيلاي وسنسيز الملك، فبالتالي مش هيتكون كل ده، فبالتالي مفيش لاكتيشن، حلو كده، خاصه في الفريز برزنتيشن، بمعنى ان هو يعني اللي هو لسه مش بيتلاحق يعني في البدايه. المهم فمفيش برولاكتين، مفيش ملك، مفيش ايه، مفيش لاكتيشن، تمام. تاني حاجه هنأثر على الاف اس اس والال اتش، حلو. فكان كل التطوير بتاع الجونادز في التيسس والاوفري والميل والفيميل كل ده هيتأثر، يبقى في امينوريا، امبوتنس، نقص الليبيدو، تمام كده، ان كان، والبريست والجينيتاليا هيحصل فيهم اتروفي، بلس ايه، اللوس للهيرو كده، تمام. فبالتالي الحاجات اللي هي
بتعملها مش هتعملها ببساطه. طب ايه الثايرويد بقى؟ قال لك هتقل الثايرويد فانكشن، حلو كده، يحصل ميكس ديما هي كده. واحنا عارفين ان احنا الناس اللي هي عندها ميكس ديما او الناس عامه اللي الغده الدرقيه عندها مش نشطه بشكل كفايه بتكون مش قادره تستحمل البرد، تمام. بيقول لك الشخص ده اول ما يتعرض لحاجه كولد كده يدخل في كوما، بسبب بتكون اساسها ايه؟ بسبب نقص درجه حراره، الهايبوثيرميا، تمام. بعد كده يقول لك هينقص هرمونات الايه؟ ادرينال كورتكس، الادرينال جلاند يعني، اللي هي بتاعت الكورتيك. المهم لما هتنقص هتخش في حاله انفكشن، الهايبوجلايسيميا، والحاجه دي مهمه قوي، تمام كده. بلس برضو بيقول لك ايه؟ ان انت لما يعني الشخص ده اول ما يتحط في ستريس هيبقى يهبط منك على طول كده، على طول. سبب ايه؟ ان احنا عندنا الهايبو يعني دخلت خلاص في ازمه يعني، تمام. بعد كده يقول لك الاعراض دي بتظهر في شكل شخص عنده وجع في يعني اكيوت ابدومين، فاللي هو تمام عايش ايا كان، الهرمونات كلها مهمتها هتقل، تمام. بعد كده يجيب لك بقى بعد هنا في سنه الجروث هرمون، هيقول لك برده هيقل، وتاثيره مش هيبقى واضح قوي على الادلتس لان هو مهم للاطفال اكتر، تمام. وهيبقى في بقى سكين رينكلينج بسبب الدهون اللي مش هتتكسر، تمام كده. ويكنس ويستنج بسبب ان احنا عندنا مش احنا قلنا الجروث هرمون كان المفروض ابتيك مش ابتيك والحاجات العبيطه دي. المهم يعني يبقى فيه بشكل عام ضعف عام، حلو كده. طيب بعد كده انت بتقول اصلا الشخص ده حصل له هايبوجلايسيميا وقلت هايبوثيرميا وفي تيومر ضاغط على الدنيا كلها، فطبيعي الشخص ده هيدخل ايه؟ في كوما، حلو. طبعا بعد ما الاثار دي كلها تبدا ان هي تزداد واحده واحده، تمام. طيب بعد كده يقول لك احنا قلنا اول حاجه الهرمونال افكت، ثاني حاجه البريجر مانيفستيشن، تمام كده. البريجر مانيفستيشن معناها ان انا عندي ادينوما مثلا عماله تضغط او مبوظه الشغل البيتيوتري، فهي بتضغط ايه على كل حاجه في البرين، حلو كده، بيعتبر انها خرجت على حاجه ضربت حاجه، المهم هتعمل ايه؟ هيدج، حلو كده. بلس برضو ان هي البيتيوتري يعتبر ايه؟ الضربه الاوبتيك كازما. الاوبتيك كازما احنا عارفين ان كان فيه هنا اي وهنا اي، والمفروض ان الجزء اللي جوه بيروح للي بره واللي بره بيروح لجوه ايا كان، فدي في النص كانت هتبقى مضربه للتو تمبرال، فتعمل هيمي باي تمبرال هيمي انوبيا، تمام كده لو حد فاكر. المهم ان هي الكازما في النص فتضرب اللي بره، هتبوظ الاجزاء الايه؟ التمبرال من الرؤيه، تمام كده. بعد كده بيقول لك هايبوثالاميك سندروم، بمعنى ان انا عندي ضربت البيتيوتري، حلو كده، البيتيوتري هرمونتها قليله، حلو. البيتيوتري لما بتحتاجها بتروح تقول للهايبوثالاموس، عارفه البيتيوتري مش كل حاجه قليله عندها، تمام. فنوعا ما الهايبوثالاموس هي كمان تخش في حاله من الايه؟ من نقص الافرازات بتاعتها، حلو كده، زي ما انت شفت فوق ان هي مش هتطلع حاجه تشجع الجروث هرمون ولا البرولاكتين ولا الجو ده كله، تمام. بلس برده من ضمن الحاجات اللي هتبوظ الهايبوثالاموس، الهايبوثالاموس كانت بتصنع الاي دي اتش، تمام، فهيكون في نقص في الاي دي اتش، حلو كده، فهيحصل لك حاجه اللي هي الدايبيتس ايه؟ انسيبيدس، وده الموضوع اللي احنا سيبناه، تمام. يبقى ده بشكل عام ايه التاثير اللي هيحصل بسبب البان هايبوبيتيوتريزم، ونوعا ما كلام يعني ايه بيردد نفسه، تمام. بعد كده بيقول لك ايه؟ ان انت لما قلت لي ان انت هتنقص الهرمونات بتاعت الادرينال كورتكس، تمام كده، فانت دلوقتي حاجه شبه الاديسون، تمام. قال لك لكن في فروقات عنها، ان انت عندك في الاديسون في هايبر بيجمنتيشن عنيف جدا، هنا لا مش هتلاقي هايبر بيجمنتيشن دي. تاني حاجه في الاديسون انت كنت وقعت الكورتيزون والالدوسترون فكنت وقعت الضغط جامد، هنا لا مفيش نو ماركت هايبر تنشن، تمام. يبقى ده الفرق ما بين اديسون والايه؟ والبان هايبوبيتيدريس، تمام. طيب ايه الانفستيجيشن؟ شو راح تعمل؟ انت دلوقتي عندك مشكله ان الهرمونات دي كلها قليله، فانت هتروح تعمل ايه؟ اسسمنت للهرمونات دي. ف اف اس اتش ال اتش 6 هرمون كلها قليله، الثايرويد بحبايبها كلها قليلين، الغده الكظريه بحبايبها كله قليل، تمام. هتكمل بقى الهرمون الاسسمنت ده بقى ان انت تعمل يعني زي اختبار كده، تمام كده، للغده البيتيوتري عن طريق الانسولين. ازاي بقى؟ قال لك دلوقتي هجيب الشخص ده وهو صايم، حلو، وتقيس البلاد شوجر بتاعه وتسجل النسبه عندك، تمام، وبعد كده تحقنه انسولين، تمام، وتدي له بعدها زي ثايرويد ريزنج هرمون والايه والجلوتامات ريزنج، عايز انت بتشجع الغده البيتيوتري ان هي تشتغل، حلو، يعني انت ايه اللي هو بتقول لها مالكيش حاجه بقى اشتغلي، تمام. فالمفروض ان احنا عارفين الانسولين هيقلل الايه؟ هيقلل السكر، حلو. قال لك بقى تيجي كل نص ساعه تقعد تقيس السكر وتشوف الجلوتامات هرمون والثايرويد والاف اس اتش والاتش والبلاتين والكوليسترول، يعني تقعد تقيس كل الايه الهرمونات اللي انت شاكك ان هي قليله، تمام. قال لك الطبيعي ان السكر هيقل يعني بعدها حوالي نسبه 40%، وباقي الهرمونات هتبدا بقى الغده انها تشتغل وتفرزها بشكل كويس هتزيد لثلاث اضعاف، حلو. قال لك والله لو ده حصل فالبيتيوتري تمام، بس المشكله في الظروف اللي حواليها مش زي الفل، تمام. قال لك لو ده ما حصلش يبقى البيتيوتري بتاعتك باظت خلاص، فيحصل ايه؟ هايبوبيتيوتريزم، تمام. تاني في حاجه اسمها كومبايند انسولين تولرانس تيست، حلو كده، انت بتدي يعني انسولين مع شويه حاجات كده، اللي هي ايه؟ بتحقن انسولين مع شويه هرمونات تشجع الغده البيتيوتري ان هي تشتغل، حلو كده. المفروض ان هي تقلل السكر بسبب الانسولين وتزود الايه؟ افرازات الثانيه. عمل كده يبقى زي الفل، ما عملتش كده يبقى المشكله ان احنا عندنا البيتيوتري باظت، تمام. طيب حاجه ثانيه يقول لك شوف الهرمونال افكت، انت قلت ان في هايبوجلايسيميا ومش عارف حاجه ثانيه، فانت بتشوف تاثير الهرمونات على الحاجات اللي انت قلت ان هي فعلا هتشتغل. بعد كده يقول لك ممكن تعمل ايمج على اساس ان انت عايز تعرف ايه هو الكوز عشان تعالجه بعدين، تمام. قال لك تعمل ايه؟ قال لك ممكن تعمل اكس راي او تعمل سي تي ام ار اي. قال لك هتعمل اكس راي يعني هتستنتج حاجه من الاثنين. يا اما والله التيومر ده نشا جوه، يعني لو افترضنا دي ستيلا تريسكا والبتاع جواها، قال لك نشا جوه كده، حلو. قال لك الطبيعي التيومر كبير فهيبقى عامل بالونينج للستيلا، يعني كانه نافخه كده وطالعه لبره شويه، تمام، او حاجه من الاثنين. قال لك التيومر ده لو اكسنت كده ناحيه الحرف هتحس كان الستيلا دي المفروض ان ده الفلور بتاعها، صح؟ يعني المفروض ان ده الفلور بتاعها، تحس ان هي دبل فلور كده، كان ليها ارضين، حلو كده، او اتنين فوق بعض، يعني من هنا لهنا كده يبقى فوق وفوق ايا كان،
تحس ان في دبل فلو. تمام. تالت حاجه الكلام المكتوب ده كله فيما معناها ان البتاع باظ لبره وبوظت الايه الكافيتي اللي هي المفروض قاعده فيه. تمام. تاني يبقى انت هتلاقي تيومر يا اما جوه انتر سيلولار يا اما بقى تقول هتلاقيه سوبرا سيلولار تيومر يعني فوقيها. حلو كده. ولما يكون يعني دي السيل هيبقى في تيومر فيها فهو هياخد الجمل بمحامل وهيبوظ المكان كله. حلو كده. تحس وكانه اتجمد كده حاجه كلكعه غريبه في المكان ده. تمام. يبقى ده اللي هتشوفه بالاكس راي. قالك ممكن بقى تعمل بعد كده سي تي او ام ار اي خاصه لو انت بتتعامل مع ايه شيهان سندروم. حلو كده. وهتلاقي السيتوس كانون مش عارفه ايه. المهم ان هي حاجه كويسه مع شيهان والسلام. تمام. طب ديفيشن دايجنوستس دلوقتي انا قلت لك ان حصل نقص في الاف اس اتش والال اتش فانت ممكن تشك اصلا يعني تاخدش بالك من المشكله في البيوتري وتفتكر المشكله في الجرينز. حلو كده. احنا قلنا هيحصل ايه نقص في ال ادرينال كورتيكال هرموز. تمام كده. فانت ممكن تشك ان المشكله في الادرينال. حلو. ادروكسي نرفوز بسبب الايه المشاكل بتاعه الثايرويد وكده وبريشس انيميا على اساس ان هي الجروس هرمون هياثر ونمو ومش نمو وجو التركيب والانابوليزم والكاتابوليزم والجو ده كله. حلو. او الثايرويد نوكسيديما. فانت كل دي حاجات كلها مؤشرات بسبب الاعراض الايه المتشابهه بينهم وبنعديها. تمام. اتفقنا. انت بقى قال لك الشخص ده غالبا بسبب الهايبوجلايسيميا والهايبوسيرميا والبريشر اللي هو عامله على كل الاعضاء اللي حواليه غالبا هيجي لك داخل في الكوما. تمام. فانت تتعامل معاه ازاي؟ قال لك اول حاجه اديله جلوكوز عشان هو داخل في هايبوجلايسيميا. تمام. تاني حاجه اديله انسولين. اديله ايه سلاين انفيوشن على اساس انت بتعوض كميه الاملاح اللي هي ايه محتاجها جسمه. يقول لك بعد كده افويد الكولد وافويد الاستريس. مش احنا قلنا اصلا الشخص ده ما تعرضوش للاستريس عشان ما يخشش في كرايسيس. فدي كانت حاجه في الموجوده في الايفل بتاعه الادرينال دي. تاني حاجه الكولد هو اصلا جاي يعني الثايرويد بتاعته قليله. حلو كده. وداخل في كوما بسبب الهايبوثيرميا. فانت يعني المفروض ان انت تدفيه مش تعرضه للبروده. حلو كده. ده بالنسبه كده اول ما يجي. طب بعدين قالك هتبدا ان انت تعوض له الهرمونات القليله. حلو كده. فبدايه انت عارف ان انت عنده الكورتيزون قليل صح؟ اديله كورتيزون. فانت عارف ان انت عنده الثايروكسين قليل فاديله ثايروكسين. حلو. بس بيقول لك خلي بالك تديله هيدروكورتيزون الاول ولا الثايروكسين؟ قالك لا تديله ده الاول وبعدين ده. ليه بقى؟ قال لك لان الثايروكسين عشان يشتغل بيقوم مستنفذ شويه من الهيدروكورتيزون. حلو. فاحنا الجسم دلوقتي فيه شويه هيدروكورتيزون قليل سوري فيه كورتيزون قليل. حلو كده. فانت لو اديته ثايرويد هيقوم هو رايح مستنفذ شويه اللي موجودين ويبقى خلاص انت يعني كحلتها عملتها. تمام. فانت لا الاول اديله كورتيزون علي كميه الكورتيزون عنده فالثايروكسين لما تديه له بعد كده ياخد شويه كورتيزون ما يبقاش في مشكله كبيره. تمام. ده بالنسبه لي الريبليسمنت الهيدروكورتيزون والاي والثايروكسين. بعد كده قال لك ايه الاف اس اتش والال اتش قليل فانت تدي له جلاد الهرمون. حلو كده. التستوستيرون بالنسبه للايه للميل والايه والاسترويد عشان هو يكون الاستروجين والبروجسترون. بعدين بالنسبه للفيميل وقال لك برده عشان خاطر الانفيرتيليتي تدي له ايه جلاد ريزنج هرمون على ثانيه تبدا ان هي تشجع البيتوتري والهايبوثالاموس والحاجات دي كلها. تمام. قال لك مؤخرا بقى يعني بقوا يعملوا هرمونات زي البيتوتري او زي الهايبوثالاموس. تمام كده. يعني هرمونات زي الهرمونات اللي بتفرز الغدد دي فبالتالي ممكن نمسك الغده نرميها عادي مش مشكله. حلو. التيتي بتبقى قال لك يعني اخر حاجه خالص انت ممكن تدخل سيرجيكال كده تشيل الادينوما دي. وقال لك بص يعني كروموفوبز سيلز على اساس ان انت عندك كروموفوب وكروموفيز والفوب دي قلنا ممكن تكون وظيفتها ريزرفوار او الله اعلم ايه وظيفتها بس المهم ان وظيفتها بالنسبه لنا لحد الان مش مهمه. فلو في ادينوما فيها شيلها ارميها عادي مش حوار يعني. تمام. ده بالنسبه للتيتي بتاع مين البان حاجه وبتيتي. تمام. يبقى باختصار شديد كده نتكلم عنها البين ده. قال لك هو عباره عن ايه؟ قال لك عباره عن نقص الهرمونات اللي موجوده بتاعه البيتوتري كلها. تمام كده. قال لك ملخصه في كذا سبب. اول حاجه شيهان قلنا ان ايه عندنا البيتوتري يا اما بوضعها الطبيعي او هي هايبربليجيا فجاه انقطع عنها البلد. تمام. او حصل هيمرج او الفراكشن حواليها وزود الضغط فعمل ايه بريجر مانيفيستيشن او في تيومر في تريتمنت تروما تي بي اي حاجه اثرت عليها او بتاع الكلامات سيندروم ده ان نقص الهرمونات بتاعه الجونادز. تمام. طيب بصوا يا موضوع الافكت هنا يعني جاست فور ريدنج كده عشان ما نحرقش فيها طاقه على الفاضي. الهرمونات كلها هتقل فالافكت بتاعتها كلها هتقل. تمام كده. اهم حاجه ان هو هيدخل في الكوما بسبب الايه الهايبوجلايسيميا الهايبوثيرميا البريشر اللي موجود والايه الحاجه دي الديفرنشيشن ماشي يعني. تمام. الانفستيجيشن بتاع الانسولين ده كويس قوي ان انت بتشجع الغده الدرقيه بتاع النخاميه عشان تديها الظروف المعينه ان هي تشتغل. حلو كده. فلو اشتغلت يبقى هي كانت مشكله فين في الظروف اللي حواليها مش فيها هي كشخص. لكن لو ما اشتغلتش خلاص يبقى هي بقى ايه اللي بايظه. تمام. وتعمل اكس راي والهرمونال افكت والديفرنشيشن دايجنوستس والتريتمنت. تمام. خد بقى جزء صغير كده اللي هو ايه التيومر. هنا بقى نتكلم عن البيتيتوري تيومر او الباراسيلر ميسيس. تمام. هو بيتكلم عنها كحاجه جنرال قوي يعني مش حاجه سبيسيفيك لتيومر معين. تمام. ولكن بيقول لك ايه التايبس بتاعه الميسيس اللي انت ممكن تشوفها في البيتيتوري. قال لك والله ممكن تكون حاجه شبه السيست باسمائها اللي هو مديها لك ايا كان ايه هي او ممكن يبقى تيومر بقى تيومر اللي احنا متعودين عليهم ادينوما كنجوفرنجيوما مينينجيوما اللي هي الام اومه دي. تمام كده. او ممكن يبقى خلاص متدشمله خالص اللي هي الايه مالفورميشن اند هامرتومز. تمام كده. يبقى حاجه سيست كده بسيطه او تيومر اومه 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 او ايه متدشمله. تمام. الكلينيكال بيكتشر قال لك ده عندك تيومر حاجه كبيره موجوده في مكان مش في مكانها هتعمل اول حاجه تضغط على الحاجات اللي حواليها فبقى في صداع. تمام كده. بلس هتكبر الحجم البرين هيدروسيفلس ضغط على الاعصاب ضغط على مش عارفه ايه فدخلك في حالات نفسيه سيزرز ديمنشيا سيركوز والحاجات دي كلها. تمام. طيب بعد كده بيقول لك ايه لو هي
عملت ضغط على عضو معين او عنصر معين جنبها. قالك زي مثلا لو هي ضغطت على الاوبتيكازم، زي ما احنا قلنا الاوبتيكازم موجوده في النص هنا كده وبتاثر على العينتين من يعني هي في النص وبتاثر من ناحيه بره، حلو كده، فتعمل ايه، باي تيمبرال هيمانوبيا، حلو كده، بلس برضو الاسكتوما اللي هو كان ده مجال الرؤيه، بتلاقي حته كده يعني دي واقعه منك، دي واقعه مش عارفه ايه الحاجات دي، الاسكتوما او بلايندنس خالص، تمام كده، حسب ايه المرحله اللي وصلت فيها. تمام، تاني حاجه بيتكلم على الكافيرنا ساينس. المفروض الكافيرنا ساينس دي عباره عن زي قناه كده معدي فيها نيرفات كتيره زي 3 4 5 6، المهم كل نيرف من دول كان بيقضي وظيفه معينه، المصل معينه ايا كان، كل واحده منهم هتضربها، تمام كده، على حسب ايه الديزيز المعين وبيضرب ايه. تمام، زي مثلا يقول لك تعمل توزيز، طب يعمل ديبلوبيا، حلو كده، افثالموبليجيا، مصل نمبرس، والجو ده كله ايا كان. حلو، اخر حاجه يقول لك البيديتري ستاك، يعني ايه، ان احنا عملنا كومبريشن كده على البورتال فيزز، حرفيا كاتب لك جمله غليظه كده في النص تحس انت عايز ايه من الكلام ده. المهم البورتال فيزز دي بتاعت الايه، بتاعت الليفر، تمام كده، فلما نضغط على الليفر المفروض يعمل لي تكسير للبرولاكتين، مش احنا دلوقتي مش هنودي البرولاكتين اصلا الليفر، مفيش هيكسر فهيزيد في الدم، تمام، انا مش عارفه علاقه الجمله دي بالحوار بس ما علينا. يبقى اللوكال افكس على حسب ما احنا هنعمل تيومر فين هيضغط على مكان معين، فبالتالي هيخلي ايه، في تاثير على الهرمونات اللي هتتفرز بشكل او باخر، او هيعمل تاثير تاني، فاهمين الفكره؟ تمام، يبقى تاني عشان بس حاسس ان لخبطه، التيومر يا اما هياثر على حاجه تانية ملهاش علاقه بالبيديوتري وهرموناتها، او هتروح تاثر على الهرمونات. تمام، طيب بعد كده يقول لك ممكن يبقى مشكله جايه من تيومر راح ضرب الهايبوثالاموس، حلو كده، طبعا الهايبوثالاموس عارفين ان هي فيها مراكز كل حاجه تقريبا، الحراره هتتشمل اللي هي الابيتايت، الجوع والشبع والجو ده كله، والعطش كذلك، والنوم والتصرفات والاوتونوميك، يعني كل ده هيبوظ مجرد ما تبوظ الهايبوثالاموس، تمام كده. بعد كده بيقول لك الايه، الهرمونال ديرنجمنت اللي بتقول عليها بقى الفانكشنال ادينوما، حلو كده، ان هي المفروض تبقى ادينوما، المفروض ان هي هتبوظ الغده هتقلل افرازها، فلا بس هي شغاله مع الغده ان هي تزود ايه افرازاتها. تمام، الانفستيجيشن طبيعي قوي، هتعمل هرمونال اسسمنت، تمام كده، لو في عندك في هرمون زياده او قليل هتشوفه، ممكن تلجأ بقى للاشعه اكس ري سي تي ام ار اي بحيث تشوف التيومر ده حجمه ايه، ميزانيته راح فين وجاي منين عشان تعرف تتعامل معاه. تمام، التريتمنت بقى لك الحل الاول والاخير بالنسبه لك هو سيرجيكال، حلو كده، ممكن تعمل راديشن كحاجه اضافيه ان انت تمنع ريكرنس، تشيل حته الباقيه الجو ده كله، وميديكال ثيرابي. الميديكال ثيرابي ده بيكون على حسب الحاله، ايه الهرمون اللي زايد عندك بتدي له انتاجونست، او ايه الهرمون القليل عندك بتدي له اجونست، وهكذا. تمام، مديك مثالين بس ما علينا منهم. حلو، ده بالنسبه للجزء الايه، التيومر هنا، ماشي. في كتاب برضه عشان يفتح دكتور كتاب دكتور مويفي، فهو في جزء التيومر عامل جدول كده، حلو، كاتب لك تايبس اوف تيومر، مثلا كاتب بروكتينيميا، ايه الهرمون اللي بيزيد برولاكتين، ده مش عارفه كورتيكو مش عارفه الهرمون اللي دي بتاع الغده الكظريه، يعني ايه جاست فور ايه كده، هو ملوش لازمه. تمام، ومعمول كده مكتوب معلومتين، اول حاجه عن البيتيوتري ابوبلكسي، تمام كده، والنالسون سيندروم. البيتيوتري ابوبلكسي دي احنا قلناه، تمام، النالسون ده عايز يقول لك ايه، ان احنا دلوقتي عندنا ادي الغده اللي هي المفروض الكليه هي، وعندنا الغده اللي ايه الفوق الكظريه، حلو، فالغده دي بتفرز هرمونات، حلو كده، فهرموناتها زياده فعملت ايه، كوشنج، سوري اللي هو مرض الكوشنج، حلو، الكورتيزول زياده فعملت الكوشنج، فاحنا زدنا من الغده قمنا شايلينها، حلو كده. تاني بقى احنا عندنا كوشنج، او الشخص ده عنده كوشنج، فاحنا ايه شلنا له الايه الادرينال خالص، شلناها، حلو كده، فدلوقتي الجسم محتاج هرمونات الغده دي، حلو، فبيروح يعمل ايه فيدباك لمين، البيتيوتري، يقول لها يا بيتيوتري افرزي لي اي سي تي اتش عشان اشجع الايه السوبرينال جلاند ان هي تفرز، حلو كده، بس مع العلم ان احنا شلنا الاثنين، تمام كده، فالاي سي تي اتش بيزيد، حلو، عشان يروح يشجع ما بيلاقيش فبيتراكم في الدم، حلو كده، برضو الدم او الجسم لسه مش لاقي هرمونات، فيقوم رايح تاني عامل فيدباك للايه البيتيوتري، زودي الاي سي تي اتش، فيفضل الاي سي تي اتش ده يزيد، حلو كده، فلما يزيد هيعمل لك حاجتين، اول حاجه الهايبر بيجمنتيشن، ودي حاجه يعني مميزه قوي لزيادته، بلس ان هو هيأثر بقى على البيتيوتري ان في استثاره كبيره كبيره جدا، يعني المفروض ان انا هقول لك مره زود لي وهتزيد والدنيا تمام، قال لك لا ده كل شويه يعمل فيدباك ان هو زود زود زود، فهتحط لك في بيتيوتري ادينوما، حلو كده، فاذا البيتيوتري ادينوما اللي بتيجي بسبب زياده الاي سي تي اتش، حلو كده، وبتكون مصاحبه الهايبر بيجمنتيشن بعد ما الشخص ده شلنا له فوق الكظريه دي خالص، الغده الكظريه، حلو كده، بسبب ان هو كان عنده كوشنج، دي اسمها ايه؟ نالسون سيندروم، تمام؟ بس كده، هو باقي الحاجات انا كنت يعني بقرا الكلام في كتاب دكتور ميرفي، بس يعني كنت بحس الكلام يعني مشابه، اللي مش موجود هنا موجود هنا، اللي متحط فوق متحط تحت، يعني الكلام ملاحظ بعضه، حتى الكلام المكتوب زياده هنا هتلاقيه في حته هناك، بس ده كان الكتاب مريح لعيني شويه، فانا حبيت اني استخدمه، تمام، بس كده، موفقين باذن الله، ما تنسوش بقى الفيدباك.